أنا كده بسجل. بدأ التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاختبار اللي هنتكلم عنه النهارده، لو حصل أي حاجة، مشكلة في الصوت ولا حاجة، يعني أي حد ينبهني، أنا مش قافل الصوت لحد يعني. هنتكلم النهارده عن حاجة اسمها الإمباكت تيست. الإمباكت تيست الحقيقة عشان نفهم القصة بتاعته إيه، أجزاء كتيرة جدا من الركبة في الماكينات وموجودة في عدد من الماكينات بتبقى متعرضة لأحمال ديناميكية، يعني دايناميك لودينج، وده معناه إن البيهيفير بتاع الماتيريال ممكن ما يبقاش يعني عارفينه، يعني لازم بناء على كده لما نيجي نصمم الأجزاء دهيت أو حتى نعمل لها ماتيريال سيليكشن، لأن الاختبار ده بتاع الماتيريال سيليكشن، ازاي تختار الماتيريال المناسبه لتطبيق معين. ف سلوك الماتيريال وسلوك المواد عموما اللي بتبقى متعرضه لاحمال ديناميكيه بيبقى سلوك مغاير تماما له علاقه بالتفنس اللي هو الانرجي اللي بيمتصها الماتيريال قبل ما يتكسر، قبل ما يحصل له فيلير. تمام. ولذلك في حاجه علم تاني اسمه فيلير اناليسيس، مكمل للي احنا للكورس اللي انتم بتاخدوه ده. الفيلير اناليسيس لما مثلا واحد يجي يقول لك انا اتكسر عندي عمود الكردان بتاع العربيه او عمود الكردان بتاع سفينه او كده، فبتروح تعمل بقى تشوف هو اتكسر ليه، يعني ايه الظروف، يعني ده بقى لازم يتتبعه ايه، يتتبعه ان انت يكون عندك معلومات جيده جدا عن هذا الموضوع اللي هو ليه، لان الاجزاء دي اللي هو اللي بتتكسر مفاجاه دهيت معرضه لاحمال ديناميكيه، فلازم نبقى عندنا فكره عن الطفنس ونحسبها كويس ونشوف هذا الماتيريال فعلا كان يتحمل الطفنس ولا ما يتحملهاش وبالتالي حصل فيه كسر، وحاجات كتيره بالشكل ده يعني. وده طبعا معناه الكلام ده بوضوح كده معناه ان سلوك الماتيريال او البيهيفير بتاع الماتيريال في اختبارات زي اختبار الشد كده، اختبار الشد بنقول اختبار هام جدا 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 جدا، يكاد يكون اهم اختبار في الوجود يعني بالنسبه لنا، الا ان الاختبار الشد بيتم في سرعات قليله جدا بسيطه، يعني عمليه التحميل بتتم ببطء شديد، وبالتالي ما هواش يقدر يديني فكرة عن سلوك الماتيريال أو البيهيفير بتاع الماتيريال في أحمال الصدمة، الأحمال المفاجئة، الأحمال السريعة، الأحمال اللي بتتم بسرعة شديدة جدا، لأن أنا أساسا المعلومات اللي طالعة منه بتفيدني في التصميم وكل حاجة، ولكنها لا تعبر عن سلوك المعدن هيحصل فيها أو الماتيريال هيحصل فيها إيه، هتتغير إزاي، سلوكها هيبقى شكله عامل إزاي، هل المساعة تحت المنحنى اللي إحنا قلنا عليها من شوية ده إيه، مساعة تحت المنحنى ده هل هتبقى فعلا الطفنس كبير قوي كده؟ هو ده السؤال اللي تملي يعني بيثير عندنا الرغبة ان احنا ندور على اسلوب نجري بيه اختبار عشان نعرف المتانة بتاعت الماتيريال اللي الطفنس بتاعت الماتيريال قد ايه هو يقدر يمتص انرجي وقع عليه نتيجة التحميل اللي موجود عليه اللي بيتم بشكل صادنلي سريع جدا. هو ده الاهتمام اللي احنا بنتكلم عنه هنا، وده اللي بيوضح لنا اهميه الاختبار. في ريسيليانس اللي هي الالاستيك انرجي كاباسيتي اللي هي السعه اللي بياخدها الماتيريال في 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 منطقه الالاستيك زون، ولكنها الحقيقه بالنسبه لنا احنا مش مجديه، لان انا يعني قد استعملها في التصميم بس بحذر، ولكني علي ان انا الجأ على حاجه تانية خالص، يعني على الجانب الاخر المفروض اداء الماتيريال في الاحمال اللي بتتم بشكل سريع جدا سبجكتد، يعني ماتيريال سبجكتد زي ما انا كاتب لك هنا سبجكتد الامباكت لودنج، انا لازم ساعتها ادور بقى على يعني لا يعني في ايه، يعني لو عندك جزء وقع عليه فايبريشن زي الدريلنج اكويبمنتس اللي بنكسر بيها الشوارع والصخور والحاجات دي، زي طبعا حتى لا قدر الله حوادث السيارة، هي حوادث السيارة دي بتتم زي اختبار الشد، يعني عربيتين خبطوا في بعض بتتم بسرعة اختبار الشد؟ لا طبعا، بتتم بسرعة شديدة جدا 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 في أقل من الثانية، وده معناه إن أنت لازم هنا تدور على الإيه، على الأداء بقى الأجزاء اللي هي موجودة في الأوتوموتيف إنجنز دهيت في السرعات العالية ديت والترانسميشنز والحاجات دي كلها،
وحتى في زي ما مكتوب عندك ان هو مثلا بالنسبه للريل واي اللي هي السكك الحديديه وكده، السكك الحديديه وين اللي عملته ده؟ يلا معلش بقى. السكك الحديديه انا عايز ادور على البوينتر. ايوه تمام، اوكي ادي البن اهو في حاجات خاصه بالسكك الحديديه. تمام برضه دي كلها لازم، دي كل الكلام ده الحاجات اللي وقع عليها فايبريشن، الاجزاء الميكانيكيه اللي بتستخدم في اللي هي الشاكوش اللي بيكسر الارض والصخور وكده، كل الكلام والحاجات الخاصه بالقطر، حتى اجزاء القطر نفسه يعني معرضه لعمليه تكتيك. ده انت احنا بنسمع صوته وهو ماشي، كل ده يهمنا في التفاصيل. انا هنا مديك تعريف، هتطلق التعريف بتاع الريسيلينس وهتطلق التعريف بتاع التوفنس عشان برضو الباشمهندس اللي سأل يعني السؤال ده يعني برضو يكون عارف القصة ايه يعني. تمام. طبعا مسموح لأي حد يقاطعني، يعني اللي عايز يقاطعني يقاطعني يعني ما فيش مشكلة، يقاطعني يقول دي مش فاهمها، دي قول لي وضح لي كده بتاع كلام من ده يعني. نيجي بقى لمفهوم الاختبار نفسه، يعني احنا بنعمل ايه يعني؟ مفهوم الاختبار ده عباره ايه؟ المفهوم الاختبار مبني على فكره السترين ريت. في اختبارات الشد السترين ريت بيبقى قليل جدا. خدتوا السترين ريت يا جماعه؟ حد اتكلم معانا؟ الدكتور عادل اتكلم على السترين ريت؟ لا يا دكتور. السترين ريت يعني ايه؟ انت بتعمل سترين، يعني انت بتشد في اختبار الشد بنشد العينه بتاعتنا، و بنعمل سترين، عينه موجوده ولما شدناها تمام حصل فيها السترين. السترين ده هو نون دايمنشن. تمام، لو قسمت اللي هو الانيشال لود، الانيشال لود بتاع الماتيريال ال نوت تمام على سرعه حركه الكروس اللي هي بتشد، مش العينه ممسوكه من طرفين، طرف بيتحرك والطرف الثاني ثابت، لو قسمته على السرعه بتاعت الهيد اللي هي بتتحرك هنا هيديك للسترين ريت، لان الوحده اللي جايه هنا هتبقى عباره عن ايه؟ واحد على سكند، المليمتر هيروح مع المليمتر تمام، وهتفضل واحد سوري اسف لو قسمت سوري يا جماعه، لو قسمت السرعه على ال نوت، لو قسمت السرعه على ال نوت اللي هو الانيشال دايمنشن او الجيج لينس بتاع العينه، يبقى انت بتجيب ان هو واحد على سكند. تمام، دي اللي بنسميها السترين ريت. لما بنيجي نظبط الحكايه دي على الماك اللي بيشتغل بالكمبيوتر، لا اما بنقول له اتحرك بسرعه، الهيد تتحرك بسرعه في حدود 1 من 100 الى 3 ملم، مش معلش في واحده زياده هنا اهو هبقى اشيلها بقى قبل ما احط لكم المحاضره يعني. مليمتر يعني، ده مش واحده ده اثنين يعني معلش يعني. يبقى هنا هو السرعه اللي حرك بيها الهيد فوق هي 3 ملي مش ملي 3 ملي يعني سوري غير الريزور بعد تمام. فديت فيها واحده غلط الحقيقه يعني، هي ملي متر بير سكند. عاده بنختار السرعه بتاعت الاختبار الشد في حدود 3 من 1 من 100 الى 3 دي سريعه، 3 ملي في الثانيه، خد بالك شوف يعني احسبها كده بص لها كده اهو، تخيل انت 3 ملي متر كل ثانيه، طبعا دي سرعه اكتر من كده ما يبقاش، عشان كده اختبار الشد بيصنف على انه ستاتيك تيست، يعني اختبار بيتم ببطء يعني، عشان كده بيقولوا عليه ستاتيك. لكن احنا الحقيقه اللي احنا بندور عليه هو الدايناميك، لان سلوك الماتيريال الحقيقه بيختلف تماما في الدايناميك. فالسبيسمن بيحصل لها الونجيشن هنا هو كل 3 مللي بيحصل لها الونجيشن. لو قسمت السرعه دهيت على سرعه المكنه دي على الجيج لينس بتطلع ما نطلق عليه السترين ريت. السترين ريت بيلعب دور برضو يعني في حدود معينه على الخواص الميكانيكيه الاخرى زي الهيل والماكسيمال ستريس وكده. لكن الحقيقه احنا بالنسبه لنا بالاختبار بتاعنا مفهومنا اللي هو اختبار الامباكت اللي ساعات بيسموه اللي هو بالعربي اسمه الصدم، اختبار الصدم، وساعات يسموه تفنس تيست، لان احنا بندور على فيه الاختبار ده بيطلع الجول بس ابسوليوت فاليو ما هياش منسوبه لوحده الحجوم. فالسترين ريت هنا هو بيلعب دور كبير جدا، اللي هو معدل اللي انت هتكسر بيه العينه بسرعه، السرعه اللي بتتم بيها الاختبار سرعه سريعه جدا تكاد تكون اجزاء من الثانيه يعني.
الحقيقه الماتيريال لما بيقع عليها لود بسرعه عاليه سلوكها تمام بيتغير من ان هي تبقى بتصبح ماتيريال بريتل، يعني بتصبح هشه، بتتكسر بسرعه، ما بتاخدش وقت طويل في الكسر، على طول بتتكسر. يعني لو كان مثلا اختبار الشد بيتم احيانا في 5 دقائق وثلاث دقائق واربع دقائق، لا ده العينه بتتكسر في اقل من الثانيه نتيجه الامباكت لودنج اللي بيقع عليها، فبيحصل لها بريتلنس، بتبقى هشه، تبص تلاقيها اصبح فقدت خواص، يعني ما اصبحتش بتاخد كميه الجول اللي كانت تحت منحنى اللي هو الستريس سترين كيرف، لا بقت بتاخد كميه جول قليله جدا، مش زي ما اختبار الشد يعني على اقل من مهله، فالماتيريال بتبدا تمتص الانرجي تمتص. لكن انت لو احيانا مثلا تبقى انت جاي، ودي بمثلها لك بمثال بسيط، احيانا مثلا تبقى انت جاي مثلا ماسك كوبايه ميه عايز تملاها ميه، تقوم بتملاها بازازه ميه عندك في البيت وعايز تحط ميه، فايدك مثلا ايه انت بتملى بشويش كده، تصب الميه في الكوبايه بشويش، لو ايدك سرعت تبص تلاقي الميه وقعت والكوبايه برضو ما اتملتش للاخر. معايا يا جماعه في الحته دي؟ يا ترى واحد كده منكم يعني يبقى معايا يعني. تمام عليك. اوكي. فده معناه ايه؟ معناه ان السرعات العاليه حتى في تخزين الاشياء اللي هي الانرجي بالنسبه لنا ان هو بتخلي الشيء ده هو غير قادر على ان هو يستوعب الكباسيتي الحقيقيه بتاعته نتيجه ان اللود او ان انت بتحمله او بتديله او بتخزنه بشكل سريع جدا. وده اللي خلت الاي اس تي ام اللي هي الهيئه الامريكيه لاختبار المواد عملت مواصفه كبيره جدا من اكبر المواصفات يعني لاختبار الصدمه. المواصفه دي الحقيقه حتى ادوا لها تعريف زي ما انت شكلها تعريفها يعني دون ان احنا ندخل ونقعد نقراه يعني، لكن هي صنفت وقالت ان الغرض من الاختبار ده هو ان انت الاختبار بيتم على عينات محدده. خد بالك من كلمه عينات محدده، لان انا لو بعمل الاختبار في مصر وواحد تاني بيعمله في اليابان وانا بطلع ابسولوت فاليو، هو ليه في الاستريس سترين كيرف قسمنا الاستريس على الكروس سيكشن، قسمنا اسف اللود على الكروس سيكشن، وقسمنا الاكستنشن في الطول على الطول بتاع العينه، لان انا ما ينفعش اعمل الاختبار هنا على عينه مقاساتها مختلفه عن واحد بيعملها في حته ثانيه فاطلع معلومات غير معلوماته، لازم تبقى القراءات بتاعتي استريس وسترين. ليه؟ لان الاستريس سبيسيفيك فاليو منسوب للكروس سيكشن، والسترين برضه سبيسيفيك فاليو يعني منسوبه للطول بتاع العينه. طبعا الانجينيرنج فاليوز دي كلها انجينيرنج يعني مش عارفين يعني كل ما انت بتشد الطول كمان بيزيد يعني. فما هوش انستنتينيوس فاليو يعني او بنسميها ترو فاليو يعني، لا دي انجينيرنج فاليو لانها منسوبه للانيشال كروس سيكشن ومنسوبه للانيشال جيج لينس، ده في اختبار الشد. فطبعا لما جت حطت المواصفه الجماعه اللي هم بتوع الاس تي ام وسموها المواصفه 23، لها مسمى كده اي 23. المواصفه دهيت قالوا فيها ان الغرض الرئيسي هو ان انت تجيب عينه محدده لها شكل وابعاد معينه. انا ما عنديش رفاهيه ان انا اغير ابعاد العينه، اللي انا بيجري الاختبار في امريكا زي اللي بيجري في مصر زي اللي بيجري في جنوب افريقيا زي اللي بيديه في اي حته، مفيش، هو نفس الدايمنشنز نفس الشكل علشان دي ابسولوت فاليو ما هياش منسوبه لحاجه يعني. وقال لك ممكن العينه اللي هي تكون فيها نوتش يعني فيها حز كده، وممكن تكون ما فيهاش حز زي ما هنشوف بعد شويه يعني. وبعد كده بنقوم خبطينها بهامر عن طريق فكره استخدام البندوليوم اللي هو عارفين البندوليوم اللي هو زي الساعات بتاعه الحائط بتاع الزمان دي والكلام ده، وحتى موجود منها دلوقتي اللي هو الحركه اللي هي الهنجد وبندوليوم هنشوفه دلوقتي شكله يعني. وقال لك ان الانرجي اللي بيمتصها الماتيريال لغايه لما يتكسر او لحظه الكسر هي ديت التفنس بتاعه الماتيريال، هي دي الرقم المهم اللي انا اقدر اقول والله التفنس بتاعه الماتيريال الفلانيه اعلى من التفنس بتاع الماتيريال الفلانيه، وبالتالي انا هستعمل دي لان الابلكيشن عندي فيها احمال تصادميه واحمال سريعه بتتم بسرعه، فلازم ان انا اختار الماتيريال قبل ما يعني المناسب ليه السيرفيس اللي هو هيشتغل عليه.
تمام. حد له اي استفسار يا جماعه في اللي فات؟ محدش. تمام. الحقيقه اختبارات دي في اختبارات كتيره وعديده، ومع التطور ومع التقدم، وزي ما بقول لك اغلب الاختبارات تمت في ال 1900 وحوالين 1900، ما عدا طبعا اختبار الشد وكم اختبار كده تم يعني من زمان قوي، من قبل حتى الاختبارات دي كلها الحقيقه تمت حتى في العصر الحديث. بدأوا حتى يعملوا اختبار الشد اللي هو في حاجه اسمها هاي سترين ريت تنشن تيست، يعني بس مش بالمكنه اللي انت شفتها، حاجات تاني، مكان تاني، واختبارات من انواع اخرى، يعني انواع كتيره. لكن الموست كومن المشهورين قوي، اختبارين مشهورين قوي، واحد اسمه تشاربي وواحد اسمه ايزون. مين تشاربي ده؟ تشاربي ده اخد فكره، تشاربي ده راجل فرنساوي اخد فكره عالم امريكاني كان فكر في فكره البنديليوم ده ايوه، وعملها سنه 1898، وخدها تشاربي وهو راجل فرنساوي طورها وعملها وطلع منها في 1900 برضه زي برينيل كده، زي برينيل او برينيل يعني لما فكر يعني، وعمل الاختبار اللي هو اختبار الصدمه ده. والايزو ده الحقيقه برضه يعني راجل انجليزي جاء بعد تشاربي، كان برضو يعني عايز يعني ايه يغتت عليه يعني، او يغير شويه يقول لك طب انت بتعمل كده ليه، طب ما انا هعمل كده هو، بس مش كتير برضو فكره البنديليوم واحده فيهم، هما الاثنين هما الاختبارين شبه بعض. وجت بقى الاس تي ام قامت عملت مواصفه فيها كل بقى التفاصيل، بل انها مواصفه جواها مواصفات، يعني انت المواصفه نفسها اي 23 دي ده طالع منها مواصفه وطالع منها مواصفه ثانيه لتشاربي وطالع منها مواصفه لايزو. ايزو ده اللقب الفاميلي نيم بتاع الراجل يعني، ولو انه اسمه مش مشهور قوي في انجلترا يعني، بس يعني حد عايز يسال سؤال؟ تمام. المواصفه طبعا فيها كل، بتوصف كل حاجه، بتوصف شكل العينات، بتوصف شكل والدايمنشنز بتاعت العينات، بتوصف حتى لو العينه فيها نوتش، بتوصف النوتش ده، لو كل ما ممكن تتخيله موجود في المواصفه لكل واحد للتشاربي طبعا في حاجات مشتركه اللي هو طريقه الحساب واحده في الاثنين يعني، لان الفكره واحده، فكره البندليوم يعني. تمام. فتعال نشوف المواصفه، شوف المواصفه اي 23 دي عامله ازاي. دي مواصفه اي 23، طبعا المواصفه اي 23 كتيب، لكن زي ما انت شايف كده موجود جزء للايزود وموجود جزء للتشاربي، وهنا بيتكلم على رقم المواصفه بقى اي 23 وداخلها مواصفه اس تي ام دي 256، والايزو برضو مديالها كود 180. بس ايزود بيفرق عن تشاربي، يعني الاثنين يقدروا يشتغلوا على اي ميتال، اي معدن، لكن عاده احنا ما بنجريش ابدا اختبارات على بلاستيك بتشاربي، ما ينفعش. هنقول ليه ما ينفعش قدام شويه واحنا بنتكلم على تشاربي يعني. لكن الاختبار الوحيد اللي ممكن نجريه على المواد البلاستيكيه بيتم على ايزود. ايزود ممكن تستعمل عينات فيها حز وعينات ما فيهاش حز، يعني عينات مقفوله دايمنشنز بتاعتها محدده، برضه الليست ام محدده كل الكلام ده الابعاد، بينما تشاربي لا تتم. مش عارف، لحظه واحده يا جماعه. الو، ايوه ماما عايزه حاجه؟ لا عندي حصه دلوقتي، عندي محاضرة. ماشي سلام. سوري يا جماعة. اللهم صل على النبي. اختبار تشاربي الحقيقة عيناته كلها فيها حز، لازم يكون فيها حز. تمام؟ العينة بتاعت تشاربي بتتحط وتتخبط وهي في الوضع الأفقي، يعني بتبقى موجودة كده هنشوف الوقت شكلها، بينما عينات ايزود ما بتبقاش، لا بتبقى في الوضع الفيرتيكال، بتبقى ممسوكه وكلامبد، بينما عينات تشاربي مش كلامبد، يعني مش ممسوكه، متروكه كده. عمليه لو في حز حتى في ايزود او في تشاربي بيتم برضه بطريقه مختلفه عن بعضهم. في حتى في الهامر اللي بتخبط ديت لها شكل ولها شكل. ايزود بنستعمل دايما النوتش، لو استعملنا نوتش بنستعمل نوتش حار على شكل حرف في، هنشوف شكله دلوقتي. وشاربي لا، احنا ممكن نستعمل حرف في او حرف يو او حتى الكي هول. يعني ايه الكي هول؟ عارفين المفتاح بتاع زمان ده
اللي هو المفتاح اللي بيفتح الاوض وكده، كان زمان مفتاح كده تلاقيه عامل كده اهو، تمام، مفتاح كده ونازل منه حاجه كده ومش عارف فيها شرط كده وطالع كده، هو مفاتيح اللي هي العتيقه دي، تمام، مفاتيح العاديه دي هي. المفتاح ده لو قلبته هيبقى بالعكس، هيبقى هو عامل لما يترسمه هيبقى عامل كده اهو، تمام. هذه الرسمه هي دي الكي هول، الكي هول، فبس هي مش مكتوبه هنا، ما اعرفش يعني، انا خدت طبعا الجدول من كتاب يعني، فهو ممكن في وممكن يو او كي هول، بس ما نستعملهاش كتير، بتستعمل بس لما تكون ماتيريال السترينث بتاعها عالي، فبنضطر ان احنا نعمل نوتش جديد شويه علشان تتكسر، لان احنا الغرض الرئيسي ان احنا نقيس التوفنس او كميه الهاردنس اللي ايه اللي او كميه، اسف، الهاردنس، كميه التوفنس او كميه الانرجي اللي امتصها الماتيريال قبل ما يتكسر يعني، تمام. تعالى نشوف اول اختبار اللي هو تشاربي. حصل حاجة يا جماعة؟ النت قطع ولا حاجة؟ برضو يعني أنا معلش لازم كل شوية أسأل السؤال ده يعني، واحد بس كده اللي هو يعني أي حد يعني يقول لي أنا إحنا معاك يا دكتور أو كده. تمام، أوكي. ذات دي تشاربي زي ما أنت شايف كده، بيبقى عندنا ليفر هنجد هنا هوت على محطوط على منقلة، سكيل، منقلة زوايا يعني، و ونهاية الليفر ده هوت هو الهامر اللي بتخبط العينة. الكباس تصل لحوالي 300 يعني، ممكن تصل الى 300 يعني 300 جول يعني، ممكن يدينا 300 جول. بيجي منين؟ لو الهامر دي رفعتها كده وبعدتها عن المكان اللي موجود فيه العينه، يبقى هنا في بوتنشال انرجي. اللود بالنسبه للديتم ده هو عباره عن الام اللي هي الكتله دهيت، الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه، تمام، في الاتش، الانيشال اتش دي، الاتش نوت دي بقى نسميها اتش نص او اتش كابيتال نوت او كده، اللي هي اللي رفعت بيها الكتله دي. الكتله ديت لو مسكتها في اللحظه دهيت وقفتها هنا اهو، يبقى هي عندها بوتنشال انرجي مقدارها ام جي اتش نوت او زي ما يكون يعني، تمام. دي اللي هي الايه بنسميها البوتنشال انرجي بتاعت الهامر اللي هتخبط العينه. العينه بتتحط تحت كده وبيبقى فيها حز في الجهه مش المقابله للخبطه الهامر، لا في الجهه الثانيه، وبتبقى محطوطه في الوضع افق كده. بنقوم رافعين الهامر دهيت عن المكان اللي موجود فيه العينه، وبنقوم سايبينها مره واحده تنزل تخبط العينه تكسرها وتعدي الناحيه الثانيه. هو ده اختبار شرب، اختبار فيري سيمبل، بس باختبار بيتم بسرعه عاليه جدا وباحمال كبيره كمان يعني. الحمل بيبقى مكتوب او الماس يعني بتبقى موجوده مكتوبه هنا على الهامر اللي بتعبر عن الكتله اللي هي اللي ساقطه دهيت. ده اختبار شاربي. طب تعالى نشوف شكل العينات بتاعته. العينه هي دي اللي هي بتبقى عليها حرف في، دي العينه اللي بتبقى الكي هول اللي انا كنت بقول لك عليها دي، اللي هي المفتاح المقلوب ده، ودي العينه اليو. الدايمنشنز ديت مش انا اللي كاتبها، الاس تي ام حطها في المواصفه يعني، انا خدها من المواصفه وحاططها لك يعني، وهو كل الكتب بتشيلها وتحطها زي ما هي، لان حتى تلاحظ ان هي بالانش وبالملي، بالانش وبالملي علشان الناس كلها تعمل. وزي ما بقول لك الهامر بتخبط في اتجاه عكس النوتش. التجارب اللي احنا هنعملها في المعمل هتبقى بتجارب بالفي، زاويه الفي بتبقى 45 درجه، بتبقى جايه مع المكنه سكينه الفريزه اللي بتعمل الفي دي، او تعمل اليو، او تعمل بتيجي مع المكنه يعني. لكن اللي موجود عندنا حاليا يعني اللي هي الفي، اللي هي سكينه الفي، فبنعمل، وطبعا اكيد كان المكنه جايه معاها اللي كله يعني، بس بتضيع بقى مع الزمن يعني. الدايمنشنز بتاعت العينه ما فيهاش كلام، 10 مللي في 10 مللي يعني، الكروس سكشن ده 10 في 10، الحز ده 45 وعمقه 2 اسف عمقه 0. عمقه 2 مللي يعني بينزل ب 2 مللي عمق، والريديوس اللي هو بتاع النوتش ده بيبقى 0.2 ملي متر. الحاجات دي حاجات لابد ان هي تكون موجوده، لان والا انا لما اجي اجري الاختبار في مكان واروح تاني او واحد تاني بيجري على نفس الماتيريال في مكان تاني هيطلع قيم تانيه مختلفه، ودي ابسوليوت فاليو، هيطلع جول غير اللي انا مطلعه، وبالتالي يحصل هنا كلام يعني ما هوش مظبوط يعني. فشكل العينه بيبقى فيه الفي شكله عامل كده، اليو شكلها عامل بالزق كده، وبتبقى بعمق 5 مللي اليو.
وده شكل اللي هو يعني ده يعني اسقاط، لكن ده بقى اللي هو الايزومتريك بتاع العينه زي ما انا شكلها حرف بي. تحط العينه كده وينزل عليها الايه الهامر، تخبطها فتقوم مفلوقه وتتكسر وتطلع العينه، وهنشوفها بقى في التجارب بقى العمليه، هنشوف الكلام ده تمام. اما معلش يا ايزود دكتور، نعم اتفضل. ايه دي؟ معلش، ال 2 مليمتر 2 مللي العمق بتاع الفي عمقها، ولذلك المسافه تمام. من تحت هنا اللي هنا 8 مللي مش 10 مللي. تمام تمام دكتور معلش، احنا ليه بنعمل نوتش؟ نعم علي صوتك شويه عشان انا ليه بنعمل نوتش في الورك بيس؟ يعني ممكن اسالك الاي اس تي ام ان شاء الله لما اشوفهم يعني. يا ابني هم عملوا اقول لك هنقولها في الاخر شويه الحكايه دي يعني، معلش. يعني ايه القفشه بتحكم يعني. يا ابني دي مواصفه، هم قالوا كده علشان احنا بندور على نكسرها معايا. انا كان بكلمك بقى بالبلدي يعني دلوقتي، احنا عايزين، مش انت عايز تكسر العينه؟ تمام. طيب هنا بيسهل كسرها، لما هخبطها كده العينه لما سوري يعني هتتفشخ كده وتقوم نتيجه النوتش ده بيعمل ستريس كونسنتريشن، فهتقوم العينه مكسوره يسهل كسرها تمام. لكن تاثير بقى الكلام ده على الحسابات وكده هنقوله واحنا بنتكلم على الحسابات يعني. اوكي شكرا. العينه بتتحط بالشكل ده ولابد تبقى يعني السنتر لاين بتاع زي ما انت شايف كده الشكل، كمان حتى شكل الهامر لها شكل معين، وريديوس 8 مللي ويخبط في، لازم السنتر لاين يبقى مع النوتش بالظبط، يعني ما يبقاش يفرق وكده لا. وبعدين العينه بتتحط هي طولها 55 مللي، لكن الانفز بتاعت المكنه اللي هي الانفز دي بتبقى اللي باين من العينه بس، يعني هي اللي باين من العينه بس، يعني العينه برنتد او راكز، يعني برنتد يعني راكز برضو مش مطبع يعني القاعده على الانفل تمام ب 40 اسف 40 مليمتر، يعني في هنا اهوت 7.5 وفي هنا اهوت 7.5 مليمتر اللي هي سانده على قاعده الانفل اللي هي سانده عليها، ما بتتربطش العينه، العينه بتبقى محطوطه كده، ولذلك احنا ما بنعملش ابدا على يعني ده برضو يعني باي ذا واي، يعني ان احنا ابدا ما نعملش عينات زي البلاستيك مثلا، ما اختبرش البلاستيك على تشارلي، لان هي الهامر وهي نازله والبلاستيك طبعا كثافته صغيره ممكن تهتز، وبالتالي بقى ما تخبطش بالظبط في الاتجاه النوتش وكده، لكن زي ما هنشوف بعد شويه ايزود بيمسك العينه فلاح مش ممسوكه خلاص كلام بدي يعني، عشان كده الايزود هو اللي بنستعمله لما تكون عندنا عينات بلاستيك يعني. حد له اي استفسار يا جماعه؟ حد له اي استفسار؟ تمام. لو سمحت نعم؟ كان عندي سؤال معلش ممكن؟ ممكن اسال يا ابني زي ما انت عايز. النوتش دي لو ما كانتش موجوده بس يعني علي صوتك عشان انا سامعك ايه اساسا يعني. تمام، لو النوتش دي ما كانتش موجوده هل هيطلع في الاخر نفس القيمه للتفنس يعني؟ لا، بس الاي اس تي ام عملت حسابات عشان تحل المشكله ديت هنقول عليها واحنا بنتكلم في الحسابات. تمام؟ تمام شكرا يا دكتور. ايوه قول، اي حد عايز يسال يتفضل. حد تاني يا جماعه عايز يسال؟ اللي عايز يسال يسال. المهم ان انت تسال دلوقتي بدل ما نمشي وبعد كده تفاجئ ان انت فيها يعني نتيجه ان انت ما فهمتش حاجه، ما انتش عارف تسال حتى السؤال يعني، ساعات بتفقد القدره على انك انت تسال. اوكي، ايزود مختلف شويه عن شرم. برضه هو بندوليوم زي ما انت شايف كده متعلقه هامر وبنفس الحدوته، ولكن العينه ما هياش اولا في الوضع الافقي لانها ممسوكه فهي في الوضع الراسي، والخبطه لازم تتم كده، والعينه الدايمنشنز بتاعتها مختلفه، لكن الكروس سيكشن بتاعها واحد 10 مللي 10 في 10 يعني. طبعا يعني مثلا واحد يقول لي طب افرض ما احنا مصممين المكنه على كده، يعني المكنه نفسها بتتصمم على ان العينه بتاعتها تبقى 10 في 10 والحز والحدوته دي كلها لانها هي مواصفه
زي ما بقول لك هي مواصفات، بالذات ليه ليه المواصفه فيري ريستريكتد كده واخده حجم كبير؟ لان احنا بنطلع ابسوليوت فاليو. تخيل انت لو بتطلع الستريس سترين كيرف بتطلعه لود واكستنشن في اللينس بتاع العينه، كان بقى كل واحد بيطلع حاجات تانية مختلفة عن الآخر، يعني حسب بقى شكل العينة وبتاع وكده يعني انتهى. لكن لقينا احنا في اختبار الشد كل القيم اللي بنطلعها كلها specific value. يعني ايه specific؟ يعني نوعية، يعني منسوبة لوحدة الحجوم، منسوبة للحاجة. يعني انت بتنسب الحاجة زي السرعة كده، هي السرعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن specific value. اللينس منسوب للايه؟ للتايم، عشان كده هي سرعه. تمام، اي حاجه سبيسيفيك يعني منسوبه لحاجه تانية هي في الواقع بتبقى معيار، معيار معيار للحاجه، لكن بنعمل الكلام ده. فهو ايزود الحقيقه عمل طريقه تانية، قال لك طب انا ليه، وبعدين انا لو بعمل بلاستيك ولا حاجه، ولو ان ايامه ما كانش فيه بلاستيك يعني، لكن كتير يعني، لكن برضه هو قال لك طب انا امسك العينه. الحقيقه المشكله بتاعت مسك العينه فايزود مشكله برضو حيرت ناس كتير وعملوا فيها ابحاث. ليه؟ لان انت لما بتمسك العينه وتعمل عليها كلامبنج ايه اللي بيحصل؟ ان انت بتديها انرجي. معايا يا جماعه في الحته دي؟ لما تعمل كلامبنج يعني شاربي قال لك انا مش عايز امسك العينه، لان لو مسكتها ابقى انا اديت لها انرجي. طب احسب ازاي الانرجي كده اللي في فاق يعني؟ انا ده هي جواها انرجي اساسا نتيجه الكلامبنج، ما هو في لود برضو وانت ضغطت عليها عشان تمسكها، بقت هي absorbing energy. فلما تيجي بعد كده تقيس بقى بالطريقه اللي هنشوفها بعد شويه، الله طب ما كده العمليه كده بايظه يعني، فيها حاجه مش مظبوطه يعني. لكن ايزود قال لك لا مش مشكله، انا هعمل compensating. يعني انا يعني هنا بقى الكلامبنج بيبقى في بيعرف بالظبط الانرجي اللي حطاها جوه الماتيريال قد ايه، وبتنزل الهامر بيترك الهامر تخبط، وهنا مفيش زوايا، هنا على طول بيديله لانه بيعمل كومبنسيشن للايه؟ للكلامبنج انرجي اللي عمل بيها اللي ربط بيها العينه يعني. ولذلك بتستخدم في البلاستيك، لان انت ماسك العينه فالعينه مش هتتحرك من مكانها نتيجه حركه الهامر السريعه على العينه وهي مش مربوطه يعني. تمام يا جماعه، زي ما انت شايف كده الابعاد محدده يعني، يعني الدنيا ما هياش متسابه كده لمزاجك في عشان القيم ابسوليوت، ما هياش زي ما بنقول سبيسيفيك فاليوز يعني. ولان في النهايه القيمه دهيت مش هنستعملها في اي معادله ولا اي حسابات، ده هنستعملها فقط في الماتيريال سيليكشن، اختيار الماتيريال المناسبه لتطبيق معين محتاجين فيه حاجه زي كده يعني، حاجه فيها امباكت لودنج يعني. تعال نشوف الحسابات. انا هنا راسم سكيماتيك كده للرسم تخطيطي يعني لشكل الهامر. ولما لو انت فرضت ان مفيش هنا عينه وتركت الهامر ده هي تطلع وتقوم تنزل هنا وهتطلع الناحيه الثانيه، هتطلع بنفس الارتفاع اللي كانت موجوده فيه. اذا كانت اتش يبقى هتطلع الناحيه الثانيه اتش، طالما مفيش حاجه قبلها، اللي قبلها الهواء. هيبقى في شويه فريكشن نتيجه يعني لوسز خفيفه كده نتيجه الايه؟ اللوسز هنا اهوت ونتيجه الهواء. ولذلك المواصفه 23 مواصفه مهمه جدا، لانها بتقول كل حاجه، بتقول سرعه المكان، الهواء اللي في المكان، وهل في الهواء ده في تكييف، هل في اسف المكان اللي الروم اللي بيتم فيه الاختبار في تكييف ولا في اهتزازات ولا 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 حاجات كتيره جدا، كونستريند موجوده، قيود موجوده وانت بتجري التجربه علشان خاطر اللوسز اللي ممكن يحدث ده تعمل له مينيمايزنج، وهو فعلا بيبقى في حدود 1% ولا حاجه. فالانرجي اللي بتسقط بيها الهامر من نقطه الارتفاع اللي موجوده فيها، لو ما فيش حاجه قبلها وهو بندوليوم كده هتطلع الناحيه الثانيه بنفس الارتفاع. لكن لو حطيت هنا هو العينه بتاعتك في المنطقه دهيت، اذا هتخبط العينه وتكسرها، لكن نتيجه الانرجي اللي موجوده فيها ديت هتفقد جزء من الانرجي وتطلع الناحيه الثانيه. الجزء المفقود ده هو ده اللي امتصته العينه. واضح يا جماعه الفكره بتاعت البنديليوم واستخدامه؟ فلو جيت حسبت الانيشال انرجي اللي موجود فيها الهامر هتجد ان هي طبقا للكونفجريشن اللي مرسوم قدامنا، هو الماس بتاعت او الويت بقى اللي هو الدبليو دي اللي هي الام جي اللي هي الماس بتاعت عاده بتتكتب الماس على الهامر دي،
بيتكتبش الويت بتاعها، بيتكتب الماس بتاعتها. طبعا عارفين طبعا في الفيزيكس الفرق يعني. وبعدين بتنزل الهامر في البوتنشال انرجي اللي موجوده فيها بالام جي اللي هي الدبليو يعني الوزن في الاتش اللي هي هي دي الانرجي اللي بخبط بيها الايه الماتيريال. اللي ممكن برضو الاتش اللي هي تجيبها عن طريق زاويه السقوط دي، ما احنا بنحط منقله هنا اهو فوق، فزاويه السقوط دي بنسميها الفا. لو حسبت وجدت الكومبفرير وعملتها بالجيومتريكال وكده هتجد ان الاتش دي بتساوي 1 ناقص كوزاين الفا، 1 ناقص كوزاين الفا، 1 ناقص كوزاين الفا. دي الانرجي اللي بتهت او بتخبط العينه، لكن في جزء من الانرجي دي هتمتصه العينه وتتكسر، والجزء الباقي هتاخده الهامر وتطلع الناحيه الثانيه باتش داش اللي برضه يبقى الانرجي افتر رابشرنج افضل، يعني الرابشرنج اللي هو قطع العينه وكسر العينه يبقى عباره عن الدبليو في الاتش داش اللي هي الاتش داش برضه اللي هي ار في 1 ناقص كوزاين بقى بيتا اللي هي زاويه الارتفاع في الناحيه الثانيه، دي زاويه السقوط ودي زاويه الارتفاع. لو طرحت ده من ده يبقى انت بتجيب الانرجي. واحد يقول لي طب انا هعرف دي ايه؟ هعرف دي بالزاويه وهعرف دي برضه بالزاويه. عرفت الزاويه وانا عارف الماس وعارف الام جي، عارف الام جي خلاص. ال 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 زي ما انت شايف كده هتبقى لا اما الفاقد ده اللي هو الطفنس بقى الابسوليوت فاليو بتاعت الطفنس عباره عن الدبليو في الاتش ناقص اتش داش، او ال الطفنس دي هتبقى عباره عن الدبليو في الار اللي هو الريديوس بتاع الليفر اللي ماسك الكتله دهيت مضروب في كوزاين بيتا ناقص كوزاين الفا كده. هي ديت اللي انا بدور عليها، هي دي اللي انا بدور، هي دي التفنس الابسوليوت، تفنس بتاعت الابسوليوت يعني المطلقه، يعني هي مش منسوبه لحاجه، ما هياش سبيسيفيك فاليو، دي ابسوليوت فاليو تمام. ولما تيجي بقى تعمل حاجات بسيطه كده ان انت تشوف طب ما دي طول ما انت طول ما الهامر دي نازله ارتفاعها بيقل وبالتالي يعني هتروح فين بقى؟ طب ما الانرجي دي انرجي يبقى في كاينتيك انرجي وسرعتها بتزيد، ارتفاعها بيقل وسرعتها بتزيد. عشان تعرف السرعه اللي بتخبط بيها العينه ممكن تعرف السرعه ببساطه اللي هي هتطلع في سرعه اللي بتخبط او الهيت فيلوسيتي اللي بيخبط بيها العينه بتبقى عباره عن الجذر 2 عجله الجاذبيه مضروبه في الاتش دي، الاتش اللي هي الكابيتال دي. دي سرعه العينه ساعه الخبط. الحقيقه الاس تي ام للاخ اللي سال حكايه النوتش دي، مين اللي سال النوتش معايا؟ ايوه تمام يا دكتور. مين اسمك ايه يا باشمهندس؟ مروان. مروان، بص يا مروان وطبعا وزمايلك كلهم، الاس تي ام الحقيقه اقترحت علشان السؤال بتاعك دهوت ان هي تخترع حاجه كده اسمها امباكت سترينث، مش ستريس، سترينث سموها كده امباكت سترينث. تخيل بقى قال لك ايه؟ طب ما انا ممكن اقول سترينث يعني الامباكت سترينث دي اعمل بيها ايه؟ قال لك انا هحسب الامباكت سترينث دي مره على الدايمنشنز بتاعت العينه من غير ما يحدث من اللي هي ما فيهاش نوتش، يعني الجزء ده الكروس سيكشن اللي هو الكامل ده، الكروس سيكشن الكامل ده اهو تمام؟ وده هيطلع قيمه، ايه القيمه دي اجيبها ازاي؟ اقسم الانرجي اللي اتكسرت بيها العينه اللي هي الطفنس يعني على الكروس سيكشن اف اي، ما هو الكروس سيكشن ده اف اي تمام؟ يبقى انا جبت كده سموها قال لك دي الامباكت سترينث للايه؟ للانيشال كروس سيكشن اللي هو الكروس سيكشن بتاع العينه نفسها مش اللي فيها نوتش، مش الجزء اللي فيه نوتش معايا؟ وبعد كده احسب برضه الامباكت سترينث دي للايه؟ للكروس سيكشن اللي هو موجود هنا اهو، الكروس سيكشن ده الجزء ده اهو اللي هو طارح منه الايه؟ او شايل منه النوتش اللي عمله اللي هو الجزء الايه اللي هو الجزء كده اهو اللي هو مثلا لو هي في بتبقى نازله ب 2 مللي من فوق يبقى كانك بتضرب الاي في البي، يعني طبعا يعني هتختلف بقى بي قيمه ثانيه مش ما تساويش الاي اللي هتبقى مثلا 8 مللي يعني. ماشي يا مروان؟ تمام اوكي. وقال لك هنا اقدر ان انا ادور على معامل جديد اسمه السنسيتيفيتي للبتاع اللي في النوتش، الماتيريال سنسيتيفيتي للاكسترنال نوتش اللي موجود اللي حظس فيها. لو طرحت اللي هي القيمه طبعا بطبيعه الحال ان دي لان الكروس سيكشن هنا قل
فبطبيعه الحال ان دي اكبر من ايه؟ من دي، مش كده ولا ايه؟ القيمه ده هي اكبر من القيمه دي، تمام. الفرق ما بينهم لو ضربته في المية بيطلع حاجة بيسميها حساسية الماتيريال للنوتش. فهو كده قدر برضو يقول لك مثلا ممكن تطلع الحساسية مثلا يعني حساس بنسبة 70% حسب بقى القيم مطلعة، يعني نتيجة القيمة دهية اللي طلع. فممكن تكون النوتش ده مثلا بيأثر على الحسبة بتاعته اللي هي بيسموها الامباكت سترينس ديت. بالذات الحكاية دي بتبقى مهمة جدا جدا في لما بيجي يختبروا البلاستيك، يعني لان الفي موجوده برضو في ايزوت، مش بس في تشاربي، موجوده في ايزوت، بل ان ايزوت ممكن كمان يختبر العينات. خد بالك ايزوت ممكن يختبر العينات وزود نوتش بلاستيك وعين اتكسر، فبيختبرها. ده من ضمن المواصفه ان انت ممكن تختبر عينات من غير ما يكون فيها نوتش ولكن بتبقى بلاستيك، ما بنحطش ما ينفعش نختبر نحاس ولا الومنيوم ولا، لان مش هتتكسر، ممكن تخبط فيها وتبص تلاقي ما اتكسرتش العينه وارتدت الناحيه الثانيه الهمر. لكن في البلاستيك طبعا هتتكسر في جميع الاحوال. فقال لك يعني برضه هو يعني من ضمن ما قالوا ان ده بيبقى زي ما موجود، يعني موجود مهم جدا ان احنا نقوم بيه، لان السنسيتيفيتي بتاعت الاكسترنال نوتش دي بتبقى مهمه بالنسبه للبلاستيك. تمام. في سؤال دايما يراود الناس كلها، هل لو انا نفس العينه ونفس النوتش وكل شيء وعملت الاختبار بتشارب وعملت اختبار بالايزود، هل الـ 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 القيم هتتغير؟ الحقيقه ما بتتغيرش، يعني الحسبه مقسومه على الكروس سيكشن بتاع العينه، الحسبه ما بتتغيرش زي ما انت شايف كده، النقط كلها جنب بعضها، الديسكاترينج او التشتت يعني بتاع الحسابات بسيط جدا جدا جدا، ما فيهوش حاجه خالص، يعني تشتت بسيط وما فيهوش اي شيء يعني. وده يعني وده معناه ان الاختبارين، وده طبيعي على فكره. ليه طبيعي؟ لان طالما انت حطيت مواصفه حطيت شروط لابد تتبعها. خد بالك الرسمه دي مرسومه مش السكيلز دوت لوج سكيل، ما هوش سكيل عادي، ده لوج سكيل. اتمنى ان انتم تكونوا عارفين يعني ايه لوج سكيل يعني. ف يعني القيم اللي موجوده هنا اهوت مرسومه بس اللوج بتاعها بس، لذلك انت مثلا هتلاقي 1 و2 و10 و20 جنب بعض يعني كده، ده اللي هو نظام اللوج سكيل يعني. فالحقيقه ما بتبقاش مختلفه كتير جدا. تمام. حد له اي استفسار يا جماعه؟ حد له الصوره دي راحت فين؟ موجوده ليه يعني. يا دكتور معلش، هو كده الماتيريال سنسيتيفيتي لما بتقل كده يبقى احسن؟ طبعا لو قلت معناها ان النوتش اللي انت عامله مش مؤثر كتير تاثيره يعني. لكن في النهايه انت بص لازم تفرق ما بين حاجتين. تفرق اول حاجه ان انت بتدور على التفنس، هي دي اللي تهمك، وانا ما اقدرش ان انا ادور عليها الا بالنوتش. ليه؟ لان هو ده المواصفه بتقول عليه. لكن انت ممكن تكمل، او يعني هو ده كان غرض الاس تي ام يعني، واقترحت هذا الاقتراح. انت ممكن على فكره في بعض المكن الحديث بتاع انسترن نفسها، شركه انسترن اللي هي الشركه الانجليزيه المشهوره اللي هي بتعمل يعني تعتبر احسن كواليتي ماكينات في العالم، هي نمبر 1 انسترن الانجليزيه اللي بتعمل اللي هي الاجهزه زي المكن الشد والمكن كله بتاع الاختبارات. الحقيقه هي يعني بتدي يعني كمان هي كمان بتساعدك، بتديك الايكويشنز وبتديك حسابات لما بتيجي تصدر مكن او تشتري منها مكن، تديك الكلام ده يعني. لكن بطبيعه الحال انت الهدف الرئيسي من القرارات بتاعتك هي ان انت بتدور على التفنس، الابسوليوت فاليو بتاعت التفنس. ليه؟ هنشوفها في الاخر دي. ليه بندور عليها؟ لان هي دي اللي تهمني الحقيقه، هي دي اللي تهمني علشان اعمل الماتيريال سيلكشن. لكن انا ممكن ابقى عندي يعني عايز اكتب تقرير مثلا، عملت الحسابات دي عايز اقول تقرير، فلازم اقول والله ده يعني دي مثلا خد بالك انا عملت نوتش النوتش ده عامل سنسيتيفيتي قد كده في القراءات بتاع من الكروس سيكشن الانيشال بتاع الماتيريال يعني، علشان بس تبقى في معلومه متكامله يعني.
إضافة معلومة تمام؟ واضح يا جماعة؟ واضح الأخ اللي كان بيسأل؟ أوكي. أنا بس مش عارف ليه بتاع الـ want to مش عارف ليه الصورة دي رايحة معرفش فين هي؟ بعد فين؟ معناها هنا بينا والله العظيم يا أخي معلش أنا هحاول أن أنا أجيبها من الصورة غريبة أوي راح مش حاليا مش عارف أجيبها خليني أعمل حاجة تانية أهي واضحة هنا شوية يعني صغرها كبرها جبتها من تمام عموما احنا يعني قدامنا يعني ناخد بريك شويه يعني ودي الصوره دي بتوضح لك انا لو بعمل اختبار هل تاثير هل درجه الحراره بتلعب دور على شايفين يا جماعه الصوره دي ولا مش شايفينها؟ هي سودة سودة اوكي مش باينه عندكم تمام لازم اعمل حاجه ثانيه عشان تشوفوها بسم الله الرحمن الرحيم تمام لازم اجي هنا واجيب دي اوكي كده باينه صح؟ اه تمام انا عملت اديتنج للفيجر مش عارف ليه اسود لان صحيح انا بستعمل لابتوب صغير عندي لان اللابتوب الكبير فيه مشاكل تقريبا يعني مليان حاجات فانا بستعمل يعني سيرفس لابتوب فهو الشاشه بتاعته صغيره وخدت بس الفايلات وكده فشويه يعني ايه تمام هو هنا الحقيقه كنا بنتكلم بنقول ان هل في تاثير لدرجه الحراره على القراءات بتاعتنا؟ في تاثير كبير جدا الحقيقه تاثير مهول على الطفنس بتاعت الماتيريال وده اللي بيخلي موضوع الطفنس ده مهم ليه؟ لان سلوك الماتيريال مش بس بيختلف نتيجه اللود العالي اللي هو العالي السرعه يعني اللي هو الامباكت لودنج اللي بيتم على العينه عن الاستاتيك لود يعني احنا بنعمل الاختبار الصدم ده اللي هو الامباكت تيست ده اختبار دايناميك سريع بينما اختبار الشد بطيء هل القيم اللي تحت الكيرف بتاع الستريس سترين كيرف هتختلف عن قيم الـ حتى لو عملنا التحويلات ونسبناها للكروس سيكشن بتاعنا فالحقيقه بتختلف الماتيريال بتابزورب كميات قليله جدا من الجول في اختبارات الصدم لذلك بنقول مهمه لان في تطبيقات كتيره الماتيريال بيطغى عليها احمال صدم سريعه جدا ولابد ان انا اكون عارف التفنس بتاعتها قد ايه هتقدر تمتص انرجي قبل ما تتكسر عن اختبار الشد لان في اختبار الشد هتمتص كتير بينما في اختبار الصدم مش هتمتص زي اختبار الشد فالطفنس المحسوبة من الاستريس سترين كيرف حتى لو قدرنا ان احنا نخليها ابسوليوت فاليو هتبقى اكبر بكتير من اللي انا بطلعها من الامباكت تيست ليه؟ نتيجة السرعة العالية هو ده الاختلاف في البيهيفير طب هل كمان لو اختلفت درجة الحرارة وده عامل في غاية الأهمية مهم جدا؟ مهم جدا مهم للغاية بل هو الهدف الرئيسي من إجراء التجربة عادة مكان الصلادة اللي موجود في كل الدنيا بيبقى جنبه كده تلاجة
خليكم معايا يا جماعه في الحته دي، بيبقى جنبه ثلاجه، مش ثلاجه عاديه، مش الثلاجه بتاعتنا اللي في البيوت ولا دي فريزر ولا فريزر ولا الكلام ده، لا بتبقى جنبه ثلاجه بنحط فيها العينات بتاعتنا في درجات حراره تحت الصفر، تحت الصفر بكتير، بتصل احيانا ل 150 واكتر. ليه كده بنعمل كده؟ لان الحقيقه وجود الماتيريال بتاعتنا في درجات حراره اقل من الصفر يخلي الماتيريال مش بس تمتص مقارنه باختبار الشد تمتص انرجي اقل، لا ده كمان الانرجي اللي هتمتصها نتيجه الحراره المنخفضه الشديده الانخفاض دي هتمتص اقل واقل واقل. فلو في شويه دكتيليتي في الماتيريال يعني يقدر يتشكل شويه نتيجه احمال الصد نتيجه انخفاض درجه الحراره مش هيقدر يتشكل خالص، هيتكسر على طول يعني بمنتهى السهوله، هيصبح مش بس بريتل، هيصبح فيري فيري بريتل، يعني جنبه الزيادة او تقليل الدكتيليتي بتاعت الماتيريال ما بين القراءات الاختبار الشد واختبار الصد ده هتقل قوي 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 زي ما انت شايف كده نتيجه انخفاض درجه الحراره. يعني الحراره هنا اهو، الحراره هنا بتنخفض مش بتزيد يعني. وده الجزء اللي هنتكلم عنه الحقيقه بعد ما ناخد بريك كده وانا حصل لي يعني الدور وبعدين ارجع لكم تاني. حد له اي استفسار يا جماعه؟ حد له اي سؤال؟ انا حاسس ان مروان والباشمهندس تاني هم اللي بيسالوا والباقيين يعني نايمين او يعني قاعدين يطبخوا مثلا او بيعملوا اي حاجه تانية يعني او قاعدين على القهوه يعني. في يا جماعه في حد بيسال ليه؟ طب اللي هو الرينج بتاع درجه حراره، انا عندي سؤال بس الرينج اللي درجه حراره ماشي بس معلش علي صوتك انا يا ابني سامعي تقيل شويه انا في ايوه حاضر معلش قول لحضرتك الرينج اللي يعني الستاندرد بيقول عليه هو ايه من درجات الحراره يعني؟ لا احنا هقول لك على حاجه بس تخيل انت انبوبه غاز في بحر الشمال او انبوبه غاز ماشيه انبوبه غاز او انبوبه ماء او مواسير ميه بلاستيك ماشيه في سيبيريا درجه الحراره زي 60 تحت الصفر، وبعدين طبعا وجودها في واللي فوق خالص يعني بقى في مثلا ابعد حته في الكره الارضيه اللي هي شمال النرويج حته كده ورا شويه درجه الحراره فيها بتبقى 60 وبتصل. انا نفسي قعدت في درجه حراره 40 تحت الصفر فين في ستوكهولم يعني و35 تحت الصفر عادي يعني ما تقلقش فيه. فلاني هقول لك على حاجه غريبه يمكن كتير منكم ما سمعش عنها وما عاصرهاش يعني. من حوالي يمكن انا مش فاكر بس ماركه السياره، من حوالي 25 سنه كده او حاجه كده كانت سكويا، كانت في تويوتا عملت عربيه اسمها سكويا على ما اعتقد، اسمعوا عنها يا جماعه حد يسمع عن سكويا دي؟ لا ما اعرفهاش بصراحه. دي عربيه كبيره كده عامله زي الجي ام سي والجيمسات يعني العربيات الجيمسات اللي هي في امريكا وكده، كانوا بينافسوا بقى يعني الجيمس يعني اللي هي الجي ام سي يعني. العربيه طبعا 4 باي 4 ضخمه كده وكبيره ومنفوخه وكده عن اللاند كروزر وعن حتى اللي موجوده عندنا اللي بيعملوها دلوقتي في مصر وكده، عربيه ضخمه كده كبيره وعاليه. بس راحت في يعني كانوا وكانوا بقى بينافسوا بيها في امريكا العربيات المثيله ليها يعني. فكان تصميمها ما اتخدش في الاعتبار ان ممكن درجه الحراره في شمال الولايات المتحده الامريكيه تقل بشكل مفاجئ يعني. والحكايه ديت من حوالي مش فاكر يعني في حدود كام يعني حوالي 30 سنه تقريبا او حاجه زي كده. العربيه دي اصبحت دلوقتي مش مشهوره قوي يعني، يعني معدل بيعها قل جامد يعني ما تفهمش ليه، زيها زي برضو عربيه تانية تويوتا كده كان برضو بتبقى 4 باي 4 برضو معدل بيعها برضو قل قوي يعني ما عادوش بينتجوها كتير. فلما انتجوا العربيه ديت وبعتوها للولايات المتحده الامريكيه حظهم العسر ان درجه الحراره انخفضت في امريكا في شمال امريكا في الولايات اللي هي المتحده الولايات اللي هي الامريكيه اللي في الشمال دي انخفضت بشكل يعني كبير جدا وقعدت فتره طويله، والفتره الطويله بتزود الحكايه يعني بتزيد الامور يعني سوءا في حكايه ان بتبقى مثلا لو هي مثلا خفض 30 ممكن الماتيريال ما توصلش ل 30 تبقى يعني مثلا 25 20، لا دي ارتفعت وصلت في شمال الولايات المتحده 40 وفضلت 40 مش عارف اسبوعين ثلاثه
انا افتكر حتى كان يعني يعني في بعض يعني كان فيها شويه تريقه، يعني كانوا بيتريقوا يعني يعني العربيات ايه اللي حصل لها، بيتريقوا على تويوتا طبعا، ان العربيات كانت متصممه على انها طبعا مش ممكن درجه حراره تزيد في المنطقه دهيت للحاجه كده وتفضل كده كتير، فبدات الاجزاء الميكانيكيه اللي هي فيها حركات بسيطه مش عاليه كمان تتكسر تتدشدش نتيجه الايه الحراره عاليه. انت عارف ان اي معدن يتعرض لحراره منخفضه، اسف يعني مش عاليه سوري، درجه حراره منخفضه، اي معدن تبص تلاقيه زاد هشاشته، يعني ممكن مثلا تجيب حته حديد تحطها في درجه حراره ماينس 40 ممكن تتكسر كده تخبطها كده تقوم مكسوره لانها بتصبح هشه، بيحصل تغيرات في المايكرو ستراكشر. هو مش موضوعنا يعني، مش عايز ادخل في كورسات تانية انا ماليش دعوه بيها يعني، لكن البريتلنس بتزيد بتاعت الماتيريال. فهو في اجزاء ميكانيكيه موجوده طبعا في كندا، في شمال كندا، في ايسلندا، في الغاز روسيا مثلا واحده من اكبر او من اكبر هي اكبر دوله في العالم عندها غاز في بحر في سيبيريا في شمال روسيا، يعني يعني بحر من الغاز تحت الارض، يعني هي اللي بتدي الغاز لاوروبا وهي بتصدر الغاز زيها زي دوله عربيه اللي هي قطر، يعني هم يعني المركز الثاني بس روسيا رقم واحد في انتاج الغاز، المواسير بتاعتها كلها جايه من سيبيريا تمام. فدرجه حراره اساسا 60 تحت الصفر، والمفروض ان انت بتشتغل بمعامل امان وكده، يعني المفروض ان انت تشتغل على ان هي تكون متاكد من كل حاجه يعني معايا. حضرتك طب مع حضرتك يعني طب الستاندرد بقى بيقولوا ايه عشان كده يعني تغير درجه الحراره هيغير التفنس بتاعت الماده الواحده؟ لا الستاندرد بيقول لك انت بتجري، بص الستاندرد بيحط شروط اجراء التجارب من حيث الانفيرمنت اللي حواليها الابعاد الكلام ده كله، لكن انت ليك الحريه ان انت على حسب التطبيق بتاعك، انت عارف ان هي مثلا هتتحط في 100 تحت الصفر فلازم تجري اختباراتك وتعدي المية، لكن الاس تي ام مش هتقول لك ما تزيدش عن كذا، هي بتقول في تجربه معينه هتبقى تدرسها قدام شويه لو زاد حاجه معينه، مش عايز بس ادخل في حاجات يعني عليها يعني اخرين هيدرسوها يعني، ف في اختبار مثلا هي يعني في الاختبار ده لا تتدخل انت امتى تقف، ممكن واحد يقول لك انا مش يعني انا مش هشتغل تحت 10 تحت الصفر خلاص ماشي اوكي، ايه اللي يخليك توصل ل 40 و50 و60 و100؟ يعني اعمل تجاربك، حاول ان انت تعرف تجاربك لغايه الدرجه، احنا مثلا الصبح النهارده كانت الدرجه حراره 7 ماشي، فيعني كده يعني، فهي هي تركانك انت الحد بتاعك ايه، لكن في تجارب زي ما هتشوف تجارب اللي هو بيسموها تعب المعادن او كلل المعادن، تقول لك والله لو مش عارف ما المعدن لو ما اتكسرش بعد قد كده اوقف التجربه خلاص خد بيه كده، ده هي بتبقى حاطه كونديشن معين في الحته دي، وده هتبقى تعرفها في الفتيك يعني لما تيجي تدرس الفتيك او اللي هو كلل المعدن، لكن هنا هو مش قايل لك اقف فين، اقف في الحته اللي انت شايفها. يعني مثلا بالنسبه للعربيه السكويا دي اللي هي ما عادوش بينتجوها في تويوتا، هي ما عملتش تجارب على الاجزاء الميكانيكيه لدرجات حراره 60 او 70 تحت الصفر، هي عملت تجارب وقالت ان الولايات المتحده درجه الحراره مثلا ما بتزيدش عن 10 تحت الصفر، فايه اللي يخليني انا احط ماتيريال يتحمل او ينفع يشتغل في درجات حراره 70 و80 تحت الصفر؟ ما ده فلوس، فبالتالي هي صنعت الاجزاء معينه، اجزاء صغيره الحقيقه بس كانت بتعمل فيلير وبتوقف العربيه، وسحبوا ساعتها العربيه ديت من السوق وقعدوا بقى عملوا شغل يعني. فانت ممكن تبقى خلاص يعني انت يعني شايف ان التفنس بتاعتك هتقل وتوصل لغايه هنا مثلا، ايه اللي يخليك تعمل تجارب هنا في درجه الحراره هنا؟ افرض ان دي مثلا انت هتشتغل هنا ودي مثلا 20 تحت الصفر، خلاص اقف عند 20 يعني اعمل بقى 30 40 وقف. هم عملوا كده تويوتا، يعني ما حبتش ان هي تكلف نفسها في ان هي او ما تصورتش ان درجه الحراره هتنخفض في شمال الولايات، وصح حظها العائر يعني انها انخفضت اكبر من درجه الحراره اللي هي عامله حسابها عليها تمام. فهمت قصدي ولا مش واضحه؟ لا تمام فهمت، شكرا دكتور.
شكرا. تمام اوكي، نسيبكم كده بس يعني ايه، هصلي الظهر وارجع لكم تاني. تمام يا جماعه، حد له اي استفسار لغايه دلوقتي؟ اوكي طيب نشوفكم، بس ايه انا هقفل الصوت شويه وبعد كده لما اجي هفتحه تاني. يلا بامان الله.
السلام عليكم، سامعيني يا جماعة؟ تمام. تمام، أنا عدلت الصورة اهوت رجعتها تاني. دلوقتي بقى هنتكلم على اللي هي الحاجة اللي احنا آخر حاجة اتكلمنا فيها، اللي هي تأثير درجة الحرارة على التفنس، على الانرجي اللي بيأبزوربت بالماتيريال نتيجة الامباكت تيست اللي بنقول عليه. الحقيقة زي ما واضح قدامنا ان تأثير درجة الحرارة كبير جدا على التفنس. زي ما انت شايف كده، لو فرضنا يعني ان درجة الحرارة هنا مثلا صفر، دي صفر، تمام، انخفاض درجة الحرارة بيخلي الماتيريال التفنس بتاعته بتقل بشكل كبير جدا 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 من الدكتايل. يعني اذا جاز لنا ان احنا نقول ان بيحدث فيها دكتايل فيلير. يعني ايه دكتايل فيلير؟ يعني عينة بتتكسر وتحس كده من شكل الكسر ان هي اتجزع منها الماتيريال، يعني اتجزع من بعضه، يعني زي ما هتشوف التجربه ان شاء الله. لكن بينما بتنزل كده بتبص تلاقي يعني التفنس تقل، يعني كميه الانرجي اللي بيمتصها الماتيريال من انخفاض درجه الحراره بتصبح قليله جدا جدا جدا. في منطقه طبعا ان بتوين بيحصل فيها ترانزيشن من الدكتيليتي الى البريتلنس، من الدكتايل بيهيفير الى البريتلنس بيهيفير، والمنطقه دي بينخفض فيها انخفاض شديد وسريع كده التفنس بتاعت الماتيريال، وبالتالي تصبح كده درجه الحراره مهمه جدا، خاصه في التطبيقات الاجزاء الميكانيكيه اللي ممكن تكون موجوده في درجات حراره منخفضه ولفترات طويله كمان، يعني تبقى عايشه متعايشه في درجات حراره منخفضه، زي ما قلنا مثلا اللي هي انابيب اللي بيمشي فيها الغاز الطبيعي او حتى الميه. يعني ودي يمكن انا ذكرتها في احدى الحصص العملي، ان كان في دوله كندا كانت استوردت بعض التيوبز اللي هي بتمشي فيها الميه الحلوه من احدى الدول العربيه، وبعد ما عملت لها اختبارات وكده لقيتها ان هي يعني غير جيده يعني، وغالبا اختبار الصلادة واختبار الامباكت بيبقوا متلازمين. يعني بص بيختبروا الحاجتين دلوقتي، يعني لان بطين مهمين في تطبيقات كتير، يعني من الدكتيليتي للبريتل فيلير او الدكتايل البريتل ترانسفورميشن، بيبقى فيه ترانزيشن كده منطقه فيها درجه الحراره يعني ما هياش يعني بتقبض بشكل سريع كده يعني. وده الحقيقه موجود هنا فعليا، يعني دي تجارب فعليه حقيقيه زي ما انت شايف كده. دي تجربه تمت على ماتيريال. انا اخدها الحقيقه من الهاند بوك، يعني والهاند بوك للاسف ما ذكرش ايه الماتيريال دي، لكن عموما يعني بصرف النظر انا قعدت ادور حتى في الكتب كتير يعني على نفس الكيرف ده بس ما لقيتوش. يعني زي ما انت شايف هنا درجه الحراره هنا صفر، هنا صفر، تمام، ودرجه الحراره هنا 40 و60، يعني 60 طبعا يعني بتبقى يعني الكويت ساعات درجه الحراره فيها بتزيد فوق 60، صوت حضرتك قطع يا دكتور. حد بيسأل حاجة؟ تمام. فكانت كمية الانرجي اللي امتصتها عن درجة حرارة 60 او عن درجة حرارة 40 تقريبا 35 جول، بينما بدأت تهبط من حاجة يعني 27 28 29 لي عند تقريبا 20 درجه عند صفر، وصلت ل 10 جول عند ناقص 60، وصلت لاقل من 5 يعني 2 جول. يعني قد كده
اصبحت ما بتمتصش خالص انرجي العينه واتكسرت على طول مباشره يعني. وطبعا ده في حد ذاته عمليه خطيره جدا. والسؤال هنا، هل احنا ممكن نخلي الخط ده مثلا بدل ما هو عامل كده عامل كده اهو، او الكيرف ده عامل كده، وبالتالي يصبح الانرجي هنا زي هنا زي يعني جنب بعض كلهم اللي هي التفنس؟ طبعا ده ممكن، ده ممكن بناء على ايه بقى؟ اللي هو القصه الاستاد اللي انا قلت لك عليها اللي حدثت في السياره اللي هي السكويا دي زمان، ان هنا لابد تكون في كومبوزيشن معين تحطه في الماتيريال. يعني لازم تحضر المعدن بتاعك لو كان مثلا صلب، تحط بقى فيه العناصر اللي تخلي الدكتيليتي او التفنس ما تقلش بشكل، لان الدكتيليتي مرتبطه بالتفنس طبعا، ما تقلش بشكل كبير على الواحد. يمكن يسال يقول له ازاي مرتبطه؟ ارجع لاختبار الشد. تخيل انت كيرف الشد مثلا ممكن يكون عامل كده، واحد عامل كده اهو تمام، وواحد تاني ماشي زيه بالظبط لكن اتكسر هنا. فبالتالي المساحه تحت المنحنى ده كله غير المساحه تحت المنحنى ده كله، دي اكبر بكتير. ده دكتايل لانه يعني اتشد وحصل له الونجيشن طويله جدا، بينما ده اقل دكتيلتي منه. لكن ده بيتم عن طريق ان انت بتظبط التركيبه الكيميائيه بتاعت لو كان صلب، بتظبط التركيبه الكيميائيه بتاعت الصلب بالعناصر اللي تساعد على الاحتفاظ بالدكتيلتي حتى في درجات الحراره المنخفضه. وهنا الكيرف ده بيوضح لنا كتير جدا عن هذا الكلام. يعني انت تقدر تتحكم في ذلك يعني. وده يستلزم مننا الحقيقه ان احنا نعمل كيس ستادي. انا عايزك تبص بقى هنا كويس جدا، لان دي كيس ستادي، كيس ستادي مهمه جدا جدا جدا، هتبين لك قد ايه اهميه الـ ودي برضه موجوده في الهاند بوك، في الاي اس ام هاند بوك. عشان انا بشرب شاي يعني فما حدش يزعل يعني. التجارب دي اتعملت في درجات حراره لغايه 120 ده مالو؟ حصل حاجه يا جماعه، ما اعرفش ايه اللي حصل. نعم صوت حضرتك مش طيب، يكون النت حصل فيه حاجه ولا محتاجه. رجع كده الصوت يا جماعه. تمام، ما اعرفش ايه اللي حصل، ممكن يكون حصل دروب في النت فجأة كده. ما واحد صلب اهو، 31 40 31 40، هو برضه 23 40 23 40 23 40 23 40 تمام. يعني ده صلب اهو 23 40، وده الفرق ما بينهم. طبعا اول حاجه كلهم غير حديد وكربون، ونسبه الكربون اللي فيه 0.5. ما فاهمين الحته دي دكتور؟ صوت حضرتك كان بيقطع. احنا مش سامعين. كان بيقطع اخوانا. صوت حضرتك كان بيقطع جدا. نعم صوت حضرتك كان بيقطع جدا. دلوقتي الصوت كويس؟ طب دلوقتي كويس؟ تمام. بس استاذ حضرتك لو تعيد معلش حضرتك قلت ايه. تمام حاضر عادي، ممكن يكون حصل دروب في النت يعني، وارد يعني، بس خليني اعمل الريز للحاجات دي كلها. نرجع تاني نشرحها.
تمام. الصوت واضح يا جماعة؟ فين مروان؟ مروان معانا ولا روح؟ موجود مروان. الو ممكن مروان تبقى انت يعني حلقة الوصل لما اقول لك بس الصوت رد علي، عشان يعني كل واحد اكيد خايف لحد تاني يحصل غلواشة ولا حاجة. تمام؟ ممكن تبقى معايا في الحتة دي؟ تمام ماشي. ماشي اوكي. ده بقول لك ده كيس ستادي حقيقية لأهمية اختبار الصدمة والمعلومات اللي طالعة منه. زي ما انت شايف انه درجات الحرارة، الرواد بتاعت الطفلس اللي موجودة هنا. نعم؟ نعم. قول قول. كان بيقطع. قطع في الحتة اللي فاتت. طب انا اعمل شيك كده على النت قطع ولا ايه ولا بيعمل سرعته ايه؟ المفروض ان انا سرعة جامدة يعني. بيحصل عندي كده. هنا في مصر بالذات، لكن في بورسعيد عندي ما قطعش خالص. لا هو الوقت كويس. يعني السرعة 20 ميجا والبن اللي هو استجابة 26 ملي سكند، عالية شوية لكن اوكي. تمام اعتقد ان هو ممكن يكون حصل دروب مفاجئ وهيتظبط لوحده. هو عموما كمان المايكروسوفت تيمز مش يعني ما هوش المثال يعني اللي احنا بنعمله يعني. المفروض ان في برامج زي البلاك بورد وبرامج كتيرة جدا وهي اقدر ان هي بتاعت اللي هو اللي بيسموها الفار ايديوكيشن يعني التعليم عن بعد اللي هو الاونلاين وكده. لكن طبعا ابو بلاش احنا شغالين في ابو بلاش معلش يعني. فنعيد تاني الكيرف ده كيس ستادي. برضو مروان معايا لو الصوت فانيخ قول لي يعني. تمام. دي كيس ستادي. بدأت التجارب اتعملت على انواع على نوعين من الصلب بس 31 40 و 23 40 بس ليهم هيت تريتمنت مختلفه ومن درجه حراره بلس 40 لدرجه حراره ماينس 120 وده الابسيسه تحت اللي هو الاكس اكسيز يعني بيسموها ابسيسه بعض الناس يعني. وده اللي هو الواي اكسيز اللي فيه التفنس بتاعت الماتيريال قد ايه الماتيريال امتص جول قبل ما يتكسر. تعال نشوف كل واحد. ده الصلب ده كله نسبه الكربون فيه واحده اللي هي 0.4. زي ما بقول لك نسبه الكربون بنعرفها من اخر رقمين في كره الصلب. لو لقيت 10 40 معنى كده العشرة دي معناها ان الصلب ده ما فيهوش حديد وكربون بس، ما فيهوش عناصر اخرى لا في نيكل ولا مولبدنوم ولا 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 ولا. وال 40 دي معناها ان نسبه الكربون 0.4. اتمنى ان الجماعه بتوع الكلام ما بين الصلب بالارقام بتاعته اللي هو وطبعا يعني كل دي مواصفة الأمريكية يعني دي طريقة النظام الأمريكي. فالصلب ده كله نسبة الكربون في واحدة هو نفس الصلب. تمام؟ بل إن 31 40 الصلب نفسه و23 40 و23 40 23 نفس الصلب نفسه. أمال 31 دي إيه؟ ده تلاقيه بقى فيه نيكل وفناديوم بتاع مش عارف، وده تلاقيه مثلا فيه كروم كده يعني. تمام؟ تعال نشوف أول واحد ده اللي هو 41 41 انه اتعمل له كوينشنج في اوي. نعم مروان قطع في حته دي قطع برضه اخر حته بس اخر حته اللي هي ايه وقف الكل اللي يعني عنده ايه من اول الحركه لما نخش في الاويل ولا مش عارف كده. ما يعني ماشي اوكي. الاثنين دول هو نفس الصلب نفس الصلب. ممكن يكون قطع برضو انا حسيت ان حاجه حصلت في النت. نفس الصلب نفس الصلب لكن الاولاني ده اتعمل له كوينشنج يعني ارتفعت درجه الحراره وعملوا له كوينشنج في اويل زيت. طبعا الزيت بيمص الحراره ببطء شويه يعني ده اتعمل له كوينشنج يعني اتعمل له ايه كوينشنج يعني اتعمل له هاردنابيليتي يعني هاردنينج اتعمل له هاردنينج للتريتمنت الهاردنينج. بينما ده
اتعمل له نورماليزنج. خدت النورماليزنج اكيد في الهيت تريتمنت. النورماليزنج ان انت تسخن الصلب بتاعك فوق الـ A3 او الـ A1-3 اللي هو الخطوط بتاعت الايرن كاربون فيز دياجرام، ثم تطلعه من الفرن وتسيبه يبرد في الهواء. تمام؟ وبعد كده هو بنعمل له تيمبرنج علشان بنعالجه. عارفين التيمبرنج؟ تيمبرنج كلمة تيمبرنج دي جاية من ايه؟ يعني ان انت بتزيل الاجهادات الداخلية اللي نتجت من عملية الهيت تريتمنت اللي انت اجرتها. تمام يا جماعة؟ واضح يا مروان؟ تمام يا دكتور. تمام اوكي. الاولاني ده عملنا له طبعا لما بنيجي نعمل الحكايه ده هيئه التيمبرنج، لابد ان احنا ما نرفعش ما نعديش ال 727 اللي هو خط اليوتكتويد اللي هو نقطه اليوتكتويد بتاعت الصلب، لان لو عديناها يبقى احنا دخلنا في ما نطلق عليه الاوستنايت، حدوته قصه تانية يعني. فالتيمبرنج دايما وابدا في درجات حراره اقل من 723، بينما الكوينشنج بنرفع فوق الاي 3 يعني فوق ما بين ال 900 يعني في 800 كده، ونقوم نعمل كوينشنج. الكوينشنج كان الاولاني في الاويل والتاني في الهواء، اللي هو في الهواء وبعد كده عملنا له تيمبرنج عشان يزيل الاجهاد الداخلية عند 700 وعند 565. فين دول؟ ده اللي هو رقم 3 اللي هو الاولاني ده هنسيبه بالاسود زي ما هو اهو، تمام. والتاني ده رقم 4 عامل له بالاحمر علشان انا ممكن اغير اللون بتاعي لون كلر هعمله بالاحمر اللي هو 3. فين 3؟ فين 3 يا جماعه؟ حد شايف 3 فين؟ اسف 4. حد شايف 4 فين؟ مهم 4 اهو، ده 4. تمام واضح يا مروان؟ الصوت قطع ولا حاجه قول لي. لا لا تمام. شوف تخيل لما تجري التجربه في صفر في 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 درجه حراره صفر، شايف اللي هو اتعمل له نورمالايزنج، اتعمل له نورمالايزنج ثم تريتمنت في 565 تيمبرنج اسف في 565 امتص انرجي قبل ما اتكسر مقدارها 40 جول، بينما اللي اتعمل له كوينشنج في اويل وارتفعت درجه الحراره في التيمبرنج لمده 700 وبنسيبه ساعه كده تقريبا في 700 ثم بنسيبه يبرد، يعني بنرفع ده بنرفع درجه الحراره 700 ونسيبه يبرد، ده عمليات الهيت تريتمنت يعني. شوف ده امتص انرجي قد ايه؟ امتص انرجي قبل ما يتكسر في نفس في درجه الحراره هي نفسها فوق ال 160 جول، يعني حوالي 170 جول. ده 40 وده 100 يعني تقريبا اربع اضعاف. انا لو انا جاي دلوقتي اركب تيوب من هذا الصلب في مثلا في بحر الشمال ولا في ما بحر الشمال ده درجه الحراره فيه بتنزل 3 او 4 تحت الصفر، ولا في سيبيريا في منطقه مثلا درجه الحراره برضه في الحدود دي، هستعمل نو فيهم، هستعمل ده طبعا لان ده التفنس بتاعته عاليه وهيمتص انرجي قبل ما يحصل له فيلير، يعني ممكن عمره ما هيحصل له فيلير بما ان احنا يعني في صفر في درجه الحراره صفر، لكن ده عرضه تحت احمال فجاه يحصل ضروب في البريشر بتاع الغاز او البترول او 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 الميه او اي حاجه او اي فلويد ماشي في التيوب دي، لو حصل ضروب مفاجئ تمام ورجوع تاني للضغط بتيجي فجاه، يعني بتيجي العمليه فجاه كده زي قطع النت فجاه كده، فبالتالي يحصل ايه؟ يحصل ان الام ده تتكسر، لكن مع ان هو نفس الصلب، مع ان هو نفس الصلب نفس الصلب، لكن ده متعالج معالجه صح في عمل اللي انت شايفه. تمام واضح يا جماعه؟ تمام حلو قوي. تعال نشوف الصلب الثاني اللي هو 23 40 و 23 40، ده برضه هو نفسه بس ده اتعمل له في اويل وتيمبرنج. شوف التيمبرنج هيأثر تأثير عامل ازاي، خلي بالك تيمبرنج في 650 طبعا اقل برضه من 727 والتاني ده اتعمل له نورماليزنج زي الرقم 4 ولكن ما اتعملوش اي تيمبرنج، يعني ما زلناش الاجهادات الداخليه بتاعته بعد ما عملنا له ايه نورماليزنج. تعال نشوف بس اغير اللون، اغير اللون برضو علشان
ممكن نغير اللون نخليه مثلا اخضر. تمام، على احساس ان انا بورسعيدي يعني وبشجع المصري يعني يبقى اخضر. فهنا الاخضر اللي هو الاولاني ده 23-40 اللي هو رقم كام؟ رقم 5. فين 5؟ 5 اللي هو الدجل ده، الدجل ده شايف ماشي عامل ازاي؟ يعني لغايه هنا تقريبا اختلافات قليله جدا، ثم نازل 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 نازل، حصل له بقى بريتلنس، يبدا بقى يفقد التفنس بتاعته وتقل ويصبح المعدن بريتل. طيب وستة ده ايه؟ هو نفسه لكن ما تزلش منه الاجهزات الداخليه. شايفينه فين؟ حد شايف ستة فين؟ اللي شايف ستة فين يقول لي. على مين تحت؟ يا عيني عليه الستة ده، اللي وقعت فيهم، اللي وقعت فيهم ستة ده، يعني عند الصفر برضو حاجة يعني فيش علاقة خالص ما بينهم. يعني أنا لا يمكن أبدا أستعمل الرقم ستة ده مثلا في الابليكيشن اللي احنا بنقول عليها مثلا تيوب مية ولا حاجة ولا أي حاجة ولا حتى مجاري، يعني مش هينفع، ما ينفعش. ده ما امتصش انرجي، ده امتص انرجي تقريبا يعني في حدود 15 جول في نفس درجة حرارة ناقص 40 اللي هي موست كومن موجودة مثلا في شمال كندا وفي السويد وفنلندا ونرويج، عادي يعني 40 دي حاجة عادية عندهم يعني. تمام، شوف ده بمتص انرجي فيها عند كام؟ عند تقريبا 110-115، بينما ده أقل من يعني في حدود 15 ولا حاجة هنا. يعني شوف الهيت تريتمنت تلاقي بتدور ازاي في الماتيريال سيليكشن بتاع الأجزاء اللي هتتعرض لأحمال صدم في درجات حرارة منخفضة. مصيبة مصيبة. كمان عايزك تبص للاتنين التانيين دول، خد بالك الاتنين دول بقى كشفين حتة خاصة بالهيت تريتمنت مهمة جدا ولابد ان انت تعرفها. ده اللي هو 23 رقم 7 ده، رقم 7 ده زي رقم 5 بالظبط، الفرق ما بينهم بس ان احنا ازلنا هنا الاجهادات الداخليه في 650 بينما هنا ازلنا الاجهادات الداخليه في 600، يعني 50 درجه. طب ده رقم 5 ده اللي هو قلنا عليه اللي هو الاخضر ده. طب رقم 7 ده فين؟ 7 شوف هنا بقى، هنا ده اللعب الكبير يعني في الحاجات دي على فكره بتبقى مهمه جدا، ده اللي بيسموه الفيلير اناليسيس. سوري ان انت ازاي تكتشف المشاكل لما يحصل حاجه تتكسر، حاجه تنهار، ازاي تقدر ان انت تشرح الكلام ده. يعني تعالى مثلا نديله اللون الازرق، اللون الازرق ادي 7 اهي، 7 شوف الازرق مع الاخضر، شايف النقطه دي نقطه تحول، يعني درجة الحرارة ده هي اللي هي تقريبا في حدود مثلا 52 درجة تحت الصفر ولا حاجة. قبلها أنا استعمل هيت تريتمنت 5 اللي هو 650، بعدها هستعمل هيت تريتمنت اللي هو التمبرنج يعني عند 600، لأن هو بيبقى يعني سوبيريور عن نفس، هي نفس الصلب نفس الصلب، لكن اختلف درجة حرارة إزالة الإجهادات الداخلية من المعدن بعد نفس الشو، يعني هو نفسه الايه الهيت تريتمنت، بينما اللي اتعمل في الاير اللي اتعمل في اسف في ليد دي ايه يعني برضو عايزين نوضحها ليكم، لان رقم 7 ورقم 5 الكوينشنج تم في الزيت، الاثنين عملوا كوينش في الزيت، الاختلاف بس الوحيد في 650 وال 600، ولذلك في نقطه انقلاب، تفضل ان انت تزيل الاجهزات الداخليه في 700 في 650 ولا تفضل ازاله الاجهادات الداخليه على 650؟ درجه الحراره دي هي اللي هتقول لي لو هستعمل المنتج الجزء بتاعي في درجات حراره اقل من 52 درجه وانت نازل يعني، يبقى لا عند 80 مثلا لا ده السبعه احسن، اللي هو 600 اتعمل له تمبرنج في 600، بينما الخمسه اللي اتعمل له تمبرنج في 650 لا مش اقل منه، يمكن تقريبا يعني مره ونص او اكتر حتى، بينما فوق ال 52 يعني بقى عند مثلا 20 تحت الصفر لا اللي اتعمل له في 650 تمبرنج احسن من اللي اتعمل له في 600. ده ازاي تختار الماتيريال؟
ازاي تختار ماتيريال. تعال شوف بقى الهيت تريتمنت بتاع ده. الهيت تريتمنت ده اتعمل له في ليد. انا ما اعرفش اذا كان الكلام ده اشرح لكم ولا لا. احيانا لما بنيجي نعمل الكوينشنج احنا عندنا ثلاث طرق لعمل كوينشنج لاي ماتيريال. اما ان احنا نسيبه يتعمل له كوينشنج جوه الفرن نفسه، يعني نوصل لدرجه حراره وثم نقفل الفرن ونسيبه يبرد ببطء شديد. في الحاله ده هي دي بنسميها عمليه سفيرودايزيشن، بنغير شكل الاستراكشر. كل الاستراكشر اللي موجود في الماتيريال اي حاجه بقى بيرلايت بايونايت يحصل له سفيرودايزيشن، يتكور. ليه بيتكور؟ لان الكوره هي اكبر حجم لاقل مساحه سطحيه. فكل الفيزز لما بيتعمل لها هيت تريتمنت بانك انت ترفع درجه حرارتها للدرجه المطلوبه ثم تسيبها تبرد في الفرن، يبقى انت بتبرد ببطء شديد. يعني مجرد انت بس تقفل الفرن وتسيبه يبرد، زي واحد مثلا بيعمل صينيه بطاطس قفل الفرن وسابها عشان ايه هياكل بعد شويه كتير. فبيحصل ايه؟ بيحصل فيري سوفت ماتيريال، الماتيريال بيصبح سوفت خالص. طيب بعد كده تتدرج عمليه الكوينش، بعد كده ممكن ان انت تشيله وتسيبه يبرد في الهواء. دي اللي بنسميها نورمالايزنج، مش انيلنج بقى، مش سفيرودايزنج. ممكن تسيبه فترات زمنيه في الفرن وتقفل وبعد كده تطلعه بره، دي بيسموها انيلنج. ممكن تعمل له كوينشنج في اويل، ده بيسموه هاردنينج. ممكن تعمل له كوينشنج في ايه؟ في ما نطلق عليه الليد. ايه الليد؟ الليد اللي هو عنصر الرصاص. الرصاص بينصهر في درجه حراره 328 درجة مئوية. في ناس يقولوا 27 وفي ناس يقولوا 28 وفي ناس يقولوا 26، نو بروبلم يعني، الاثنين كلهم جنب بعض. فيقوم احنا ايه؟ جايبين ليد منصهر والصلب طبعا في درجة حرارة 900، ونقوم مسقطينه جوه الايه؟ المنصهر من الرصاص. فطبعا امتصاص درجة الحرارة بيبقى أقل بكتير من إنك أنت تبرده في الهواء او تورده في، حتى يعني بيبقى ما بين الهواء والفرن يعني. فدي عمليه النيلينج برضو، دي عمليه النيلينج يعني، وعلى حسب درجه الحراره يعني الفرق. وده ما عملنالوش اي هيت تريتمنت، تمبرنج يعني، ما زلناش الاجهادات الداخليه بتاعته، لكن بردناه في ليد. الليد برضو ما مصش الحراره بشده يعني. ده رقم 8 اللي هو موجود قدامنا ده، اهو ده اهو رقم 8. انت كده الحقيقه يعني بالشكل اللي انا شايفه ده تستطيع ان انت حال الكيس ستادي واضحه جدا، وتقدر ان انت تختار الماتيريال المناسب في التطبيق اللي انت عايزه. انا هزيل بس الخطوط دي كلها لان ايه، عشان ما تتلخبطش يعني، ونتكلم عنهم بارقامهم تمام. وانت عندك التيبل واضح جدا في الكلام ده. ساعات كمان بنبقى محتاجين في حالة زي زي الكيرف رقم 3. الكيرف رقم 3 ده زي ما انت شايف كده بيحصل له ايه؟ انخفاض مفاجئ تمام. فنبقى عايزين نعرف درجة الحرارة اللي حصل فيها الترانسفورميشن ده، او اللي هو ترانزيشن من الـ الدكتايل ان هو يصبح بريتل. عايزين نعرف درجه الحراره دي كام. فبنعرفها ازاي؟ بان احنا بنعمل مماس كده، بنعمل مماس هنا اهو كده، وبنطلع بالخط اللي هو اللي حصل فيه ستيب ده، نزل بشكل مفاجئ، وتبقى دي تقاطع، دي نقطه تقاطع، دي هي الجول اللي حصل فيه، ودرجه الحراره ده هي اللي حصل فيها التحول يعني، ونهايه التحول ان هو يصبح للترانزيشن. الترانزيشن ايوه، عايز تسال حاجه بعد الترانزيشن تمام. لما بيبقى عندنا، خلينا اقولها في حته فاضيه كده تمام. لو انا عندي الكيرف عامل كده اوكي، طيب انا عايز اعرف فين تم يعني بدا التفنس تقل امتى. ما بيقدموش حل ان انا، لان انا هي دي حته تحول زي ما انت شايف كده، الكيرف عامل كده تمام. فبنقوم عاملين ايه؟ بنقوم مدين الخط ده كده مماس له يعني، ونقوم برضو مطلعين الخط ده كده. النقطه ده اهي
هي ده هي الايه اللي بنعتبرها الترانزيشن، بدايه الترانزيشن زون اللي هي التحول من من الدكتايل للبريتل. تمام، يبقى دي درجه الحراره بتاعه الماتيريال ده اللي حصل فيها التحول، وبنعتبر ان القيمه ده هي اللي هي التفنس بتاعته اللي بدا فيها تحول. تمام، لان احنا ما نقدرش كيرف، يعني هو الكيرف عامل كده، انت ما تقدرش تقول هي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. وكذلك تحت لما وصل انتهى الترانزيشن واصبح بريتل، اصبح بريتل، في الحاله دي برضو بنعمل نفس الكلام، بنمد الخط ده ونمد الخط ده، والنقطه دي برضو تبقى درجه الحراره اللي خلاص الماتيريال بقى بريتل فيها، وده المقابل له بالجول. وضحت اللي كان بيسال؟ اللي كان بيسال وضحت المقصود بيها ايه؟ تمام. لان كتير قوي من من الكيرفات بتبقى زي ما انت شايف كده التحولات، انا عايز اعرف هو بدا انتهى التحول واصبح بريتل امتى كده، يعني بتبقى انا بدور على كده عشان اعرف اختار، لان انا هنا اهو اختياري مهم جدا، انا شغال في درجه الحراره دي ولا في درجه الحراره ديت ولا في ديت ولا في، لان كل درجه حراره انا يعني انا مثلا لو هنا اهو، لو انا تخيل انت شغال في درجه حراره 100 تحت الصفر اللي هي درجه الحراره دي، اي ماتيريال هتختاره علشان تحط فيه مثلا تيوب ماشي فيها اي حاجه فلويد في منطقه بارده درجه حرارتها بتوصل ل 100 او ممكن توصل ل 100 او حتى توصل ل 80 بس انت الان، او 90 بس انت هتبقى يعني لازم تبقى تعمل حسابك للتغيرات المفاجئه في المناخيه. تمام، ودي على فكره في مؤتمر اللي هو المناخ ده اللي بقى اصبح مهم جدا، لان هم يعني بداوا ان هم يحسوا ان بيحصل اذابه للتليج في المناطق الفوقانيه وكده، فبرضه يعني ممكن الدنيا تتقلب بالعكس، فيعني لازم يكون كل حاجه معروفه يعني. وبعدين بيحطوا احيانا يعني في، حتى احنا نشوف في بعض الافلام اللي في السينمائيه بيحطوا محطات محطات معينه لدراسه المناخ في اقصى بقعه في الكره الارضيه وفي اقصى حتت في النرويج وحتى في الجزر النرويجيه اللي بتطل على المحيط الاطلنطي، بيعملوا محطات عشان يدرسوا حركه الجليد ودرجات الحراره وانخفاضها وارتفاعها، لانها ممكن تؤدي الى كوارث. فطبعا الاجهزه حتى اللي هم حاطينها هناك عشان تقيس الحاجات دي لابد ده في بعض الشقوق اللي هي الجبال الصخريه في البلاد دهيت، لانها كلها ودي انا حتى انا شفتها بشكل شخصي في السويد، يعني ان الجبال بتبقى بينها وبين بعضها شقوق، فبيسندوا الشقوق دهيت بويبز كده عروق معدنيه تسند علشان الشقوق ما تجيش جنب بعضها وتحدث انهيارات وتبقى المصايب، يعني تبقى كوارث، لان الانهيارات دي ممكن تؤدي ان هي مثلا تقع في البحيرات او في المحيطات وتؤدي الى تسونامي، يعني تبص تلاقي الميه بقى يحصل فيها هبل يعني، ف وموت طبعا. فبيدرسوا الحاجه وبيركبوا ويبز بقى تسند الصخور ده، اهي الويبز دي مش هتتعمل بقى اي كلام، يعني لازم تتعرض لقاعده في 40 تحت الصفر 200 سنه يعني، فلازم تبقى فيها الدراسه والشغل فيها يبقى يعني معمول صح يعني. فمهم جدا ان انا اختار الماتيريال المناسب، يعني هنا هختار رقم 7 بينما لو عديت النقطة دهيت هختار رقم 5، بينما لو طلعت فوق شوية هختار رقم 3، بينما بالتأكيد عمري ابدا ما هروح لرقم 6 تحت اي درجة حرارة، حتى درجة حرارة 40، يعني حتى 40 نفسها مش هختار 6، هختار حتى يعني واحد يقول لي انت قاعد تتكلم بس على البحر الشمال وبحر الجنوب والبتاع والكلام ده، طب ما 40 اهي 40 ديت ده 40 دي يعني عاديه يعني عندنا في مصر حتى يعني. فاختيارنا هنا للصلب وطريقه الهيت تريتمنت بتاعه والطفنس، لاننا في النهايه الاختبار اللي بنجريه دهوت ده اسمه اختبار للماتيريال سيليكشن، اختيار ماتيريال بيسيرف او بيخدم حاجه معينه في درجات حراره مختلفه، اختياري هنا مرتبط بدرجه حراره، قد كده الامباكت مهم؟ اه. التجربه اللي احنا هنعملها في المعمل، احنا الحقيقه طبعا ما عندناش رفاهيه الثلاجه اللي بتعمل لنا الكلام ده، احنا ممكن نسخن لكن هنبرد دي صعب. فاحنا حاطين كده عينات في الثلاجه عندنا في الفريزر بتاع الثلاجه اللي في معمل الفلزات على اساس ان احنا نطلعها ونعمل لك اختبار بيها، يمكن تفرق ولا حاجه. فيعني وعينه سايبينها في الجو العادي ولو ان الجو برد يعني، فيعني
لكن ربنا يسهل يعني ويكون فيه يعني اختلافات يعني. تمام، احنا هنجري في المعمل تجارب على صلب وعلى كاست ايرن حديد زهر. حديد زهر حد له استفسار يا جماعه في اللي فات ده؟ اللي له استفسار يقول. يعني انا ملاحظ ان يعني ما فيش غير اتنين تلاتة بس اللي بيتكلموا والباقي كله صوتهم بكتهم لما هي الصم والبك. ايه يا جماعه مش حد عايز بس يا دكتور؟ نعم لا تمام مركزين بس يا واد يا بتاع التركيز انت مركز بس انا خايف عليك من كتر التركيز بعدين يعني ها ما تركزش قوي. تمام مش حد عايز يسال اي سؤال؟ طيب اختبار الصلاله حد عايز يسال فيه اي سؤال؟ الاختبارات اللي عملناها او سال سؤال وما لقاش الاجابه المقنعه وعايز يعني يسال اسالني يعني لو كان يعني اختبار الصلاه. نعم عندي سؤال بس في الامباكت يعني ممكن؟ اه طبعا يا ممكن ايه؟ امال انا بعمل ايه؟ ما انا فايدتي كده ان انا اجاوب على اسئله. قول هو ممكن من التنشن يعني من التنسايل تيست لو بيجيب ستريس سترين كيرف هو يعني الاريا اندر ذا كيرف هي الطفنس اصلا فاحنا هل أيوة ممكن نجيب بس للاسف الشديد الاريا دهيت بتبقى في المود بتاع الاستاتيك مود لان زي ما انا بقول لك وهو ده انا ذكرتها يمكن انت ما خدتش بالك او حاجه لكن انا بقول لك ايه نعم كقيمه بتكون مختلفه عن النتائج بتاعه الامباكت طبعا اه بسبب ايه اقول لك بسبب ايه بسبب ان اختبار الشد عمليه سرعه الاختبار نفسه بتبقى صغيره جدا من واحد من 100 الى 3 ملم خد بالك هي هنا فيها يعني 3 ام هي 2 ام بس طبعا يعني سوري يعني فالسرعه هنا 3 ملي في السكند دي سرعه بطيئه انت عارف السرعه بتاعت الامباكت بتبقى يعني اقل يعني انت بتنزل المسافه اللي بترتفعها العينه دي مثلا لو ارتفعت نص متر يعني اللي هو الهامر ده لما ارفعه نص متر بتنزل في اقل من الثانيه نتيجه وزنها تقيل تمام فتبص تلاقيك انت بتجري الاختبار في سرعات عاليه جدا فنتيجه اجراء الاختبار في سرعات عاليه جدا البيهيفير بتاع الماتيريال بيتقلب من الدكتايل للبريتل تمام عشان كده القراءه بتاعه التفنس المحسوبه هي عشان كده ما بنسميهاش تفنس معايا مين اللي كان بيسال يا جماعه معايا اللي بيسال ايوه محضرتك اسمك ايه انا يوسف هريب ماشي يا يوسف بص يا يوسف خد بالك ان اللي تحت كيرف الستريس سترين كيرف معلش بقى انا هضطر ان انا ارجع للحته دي اللي تحت ده ما هواش تفنس ده اسمه مودلس اوف تفنس يعني ايه مودلس اللي هو معيار يعني ايه يعني رقم بيديك فكره ليه هو معيار لانه عباره القيمه بتاعته عباره عن سبيسيفيك فاليو يعني ايه سبيسيفيك فاليو يعني قيمه منسوبه لوحده اي حاجه هي هنا منسوبه لوحده الحجوم فما نقدرش نقول ان هي اتنسبت لوحده الحجوم بتاعت عينه الشد لكن القيمة اللي انت بتجيبها من اختبار الامباكت هي مش منسوبة لوحدة الحجوم هي منسوبة ليه؟ هي مش منسوبة لحاجة هي وحدة مطلقة هي عشان كده الاست ام عملت الامباكت سترينس مش ستريس سميته سترينس يعني مقاومة اكتر منها اجهاد ستريس يعني تمام؟ فالقيمة اللي بتطلع من هنا تستطيع ان انت تقارن ماتيريال بماتيريال بس من اختبار الشد يعني مع واحده تانية مطلع بقى مثلا راح فين البوينتر واحده تانية مطلع بقى مثلا كيرف عامل كده او سوري يعني نفس الكيرف يعني بالظبط هو نفس الكيرف لكن اما مكسور هنا المساحه تحت المنحنى ده غير المساحه تحت المنحنى ده دول اللي ينفع تقارنهم ببعض ماشي يا يوسف يعني طب يعني حضرتك لو انا مثلا عندي ابلكيشن يعني انا البارت بتاعي هيتاثر بالستاتيك لود يعني ده يبقى ممكن اخده من التفنس بتاعته ارجع مرجعيتها للتنسايل تيست عادي
شايبي يعني. انت قلت حاجتين معاكسين بعض يعني، عيد كده اللي انت قلته يمكن انا فهمت غلط. مثلا ميكانيكال بارت، الميكانيكال بارت ده الابلكيشن بتاعه يبقى متعرض للستاتيك لود بس، يعني مفيش صدمات. تمام اوكي ما هو ده عشان كده ايه بقى، حلو قوي سؤالك ده. عشان انت حضرت الاول الكلام لما كنت بشرح السلايد ده؟ وللاسف كان في مشاكل في التيمز فدخلت متاخر يعني. التيمز ده ملعون يعني. فهنا بقى مهم جدا الكيرف اللي في الستاتيك مود. احنا بيهمنا في الكيرف ده ايه؟ وبالك انا مش عايز بس ادخل في حاجه مش انا يعني اللي شارحها يعني، بس انا مش عايز الخبطك يعني. الكيرف ده الجزء اللي فيه اهو ده هي ايه، عباره عن الطاقه اللي بيمتصها الماتيريال في الالاستيك ديفورميشن. تمام معايا يوسف؟ تمام. المثلث ده هو الانرجي الابزوربنج في الالاستيك ديفورميشن. لما تشيل اللود عند 3 الماتيريال هيرجع لهنا وهيريليز الانرجي اللي جواه دي اهيت، خلاص راحت. عشان كده لما اجي اصمم، وده انا قلتها، لما اجي اصمم ياي السياره تمام، ممكن ان انا استرشد بدي، لان هو متصمم اساسا مش هيكسر، متصمم على اساس ان هو ايه، ولو ان في دايناميك برضه، وان انا برضه لازم ارجع بعد كده في اختيار الماتيريال اللي انا هعمل منها اختيار. شوف هنا بتكلم ايه، بقول ايه، بعمل ماتيريال سيليكشن للسوسته بتاعت عجل السياره اللي بتتعمل من الصلب الهاي كربون ستيل وبيبقى فيه منجنيز. سبب المنجنيز ان بيعمل المنجنيز لما يتضاف للصلب يعمل استابيليتي للاستونايت. عارف الاستونايت ولا مش عارفه؟ عارفه. معايا يوسف ولا من مين اللي سال السؤال؟ ايوه ما حضرتك عارفه. تمام، انت عارف الحديد، منحنى الحديد والكربون. تمام، الجزء ده، الجزء اللي هو التحتاني ده. تمام، المنطقه ده هي فيها ايه؟ فيها طبعا انا برسم بالبوينتر عشان كده يعني رسم وحش يعني. فيها الاستونايت، لما الصلب طبعا موجود في الروم تمبريتشر، فلما بنضيف للصلب بالذات الهاي كربون ستيل، لما بنضيف له منجنيز اللي مستقر في الروم تمبريتشر البرلايت والسمنتايت، بينما لما نضيف منجنيز او نيكل تمام فبيتحول الصلب اللي بيستقر في الروب. الكيرف ده بيختلف، بينزل كده، بص ده الخطوط دي نزل كده، واللي بقى مستقر هو الاستونايت. الاستونايت بيقدر يدوب كربون بشكل كبير لغايه 2.11، وبالتالي بيبقى الدكتيلتي بتاعته عاليه، عشان او مرونه كمان بتاعته عاليه، يعني دكتايل وفي الوقت نفسه الاستيك. تمام، فعشان كده تبص تلاقي ايه اللي بيحدث. انا بعمل السوسته دهيت من الكربون ستيل، يعتبر هاي كربون ستيل، وبنحط بيبقى فيه منجنيز، لان المنجنيز بيعمل على مقاومه الماتيريال او بيدي الماتيريال قدره على انه يمتص انرجي عاليه. فانا بصممه من هنا، وبصممه كمان وباخد في اعتباري الجزء ده لانه في الالاستيك مود، لكنه ما هوش متعرض لدرجه حراره منخفضه زي البتاع، ولا حتى شغال في يعني عالي، يعني درجه حراره عاليه في السخونه العربيه وكده. تمام، فالتصميم حاجه زي سوسه العربيه يختلف عن تصميم حاجه، وهو ده اللي حصل زي ما كنا بنتكلم من شويه في العربيه السكويا اللي هي عملتها تويوتا دي من زمان عشان تنافس بيها الجيمسات بتاعه الامريكاني، فحظها العائر ان درجه الحراره انخفضت، فبقت الاجزاء الميكانيكيه اللي معموله منها ما قدرتش تتحمل درجات الحراره المنخفضه العاليه دي اللي قعدت تقريبا يعني فتره 3 4 شهور في شمال وفي كندا، وبدات العربيه اجزاء منها تتكسر لانها ما استوعبتش الانرجي، بس لظروف درجه الحراره هم ما كانوش اخدين في اعتبارهم ان درجه الحراره انخفضت بشكل كبير جدا، والشوارع هتتملى ثلج، وكانت يعني حدوته كبيره في امريكا يعني. اتمنى ان انت تكون فهمت قصدي يعني. شكرا. واضحه يعني. فهنا فرق تاني يعني، قص انا هقارن ده بده، ماشي بقارن هنا اهو الاثنين ببعض لو كان ستاتيك مود، لكن برضه ده ما هواش ابسوليوت فاليو، ده الوحده الهجوم. تمام، فهنا يعني الابسوليوت فاليو ابسوليوت فاليو، مش وحده هجوم بقى ولا حاجه. وده اللي بيخلي اللي هي الجماعه اللي هم الاست ام قالت في منطقها لل
للمواصفه بتاعتها ان هي بتقول لك ايه. شوف كلام: An impact test is a dynamic test in which selected specimen machine, يعني ماشين معينه, of surface, ground and usually notched, usually لانها ممكن في البلاستيك ممكن ما تبقاش notched وممكن تبقى notched في ايزون, is strike and broken by single blow, خبطه واحده, especially design testing machine and energy. بيشرح لك كل حاجه, يعني شرح لك كل حاجه, بيقول لك الايدج دريمن, وبعد كده في تفاصيل المواصفه قال لك ان الابعاد اهي, ما تروحش انت تخترع لي ابعاد. مثلا ده انت حتى مثلا في اختبار الشد يقول لك ممكن تبقى الجيج ديامتر 6 مللي, او حتى يعني في يعني كذا عينات ممكن تبقى مثلا 6 مللي الجيج ديامتر, واللينس مثلا مش عارف كذا, وفي عينات تانية ممكن لو المكنه كبيره شويه تبقى العينات مش عارف بقطر 10 مللي وطول قد كده وهكذا. لكن ده هو هنا قايل لك 55 10 10, يعني ما تلعبش بايه, يعني مش فاهمش انت تقول له طب انا عايز اعملها 60. لا يابا مفيش 60, هي 55, هي 55, وهنا في الفايز 75 10, يعني 75 ده الطول وال 55 ده الطول. زي ما انت شايف كده الابعاد ديت, ده الستاندر, يعني الكلام ده ستاندر مش من دماغي, يعني شوف قد ايه التفاصيل ده, حتى مديك بلس اور ماينس, يعني قايل لك ان هي يعني بلس اور ماينس من زيرو الى يعني ما ينفعش انت بقى تبقى تختار حاجه تانية. معايا يا باشمهندس؟ بحرك يا دكتور. تمام. فيعني هنا عشان كده بنقول ان مواصفه اي 23 مواصفه شديده مليانه كونسترينت, بعكس حتى مواصفه الشد فيها فليكسبيليتي, ممكن تختار القطر ده وتختار القطر ده وتختار القطر ده وتختار عينه طويله, واقول لك اربع اضعاف وناس يقول لك يعني, وهو برضو ومديك علاقه برضو ما بين ال والدي نوت في المواصفه بتاعت الشد. وعلى فكره مواصفه الشد في الاس تي ام كل يوم لها, يعني كل فتره كده يجددوها ويعملوا فيها شغل جديد وكده. فهنا في قيود رهيبه جدا عليك وانت بتجري التجربه علشان ما تبقاش النتائج, لان انت في النهايه بتطلع ابسولوت فاليو. يعني انا لما اجري التجربه انا عندي صلب معين واجري التجربه هنا في مصر, وواحد تاني ماشي بنفس الطريقه ونفس الاستاندرد ده يجريها في اليابان هيطلع نفس نتيجتي, ولو الهيت تريتمنت هي هتطلع نفس النتيجه, لازم هتطلع نفس, هتبقى بلس اور ماينس حاجات يعني هايفه يعني. وده دي قصه الامباكت يعني. وفي النهايه خد بالك الرقم اللي بيطلع من الامباكت هو رقم يستخدم للماتيريال سيليكشن, لا في الديزاين ولا في اي حاجه خالص, يعني ملوش اي علاقه. يعني يمكن مثلا تسال سؤال تقول هل في منتجات بتيجي, طبعا الاختبار ده ديستراكتيف من وجهه نظر يعني انا طبعا, يعني طبعا هو من وجهه نظر كل الناس ديستراكتيف, لانك انت بتطلع عينه وبتكسرها, عشان كده غالبا ما بيتم على الخامات, ما بيتم على ايه, على خامه هتتصنع, يعني هتبقى فيها بعد كده عمليات تصنيع, فبالتالي سهل ان انت تطلع منها عينه الامباكت. لكن برضه ما يمنعش ان بتيجي مثلا بعض الاجزاء زي بالذات سياخ اللحام. الناس تستغرب سياخ اللحام, سياخ اللحام بتيجي مكتوب عليها مواصفه الامباكت والصلاده, فلو تقدر تطلع منها عينه امباكت طلع. بل ان انا يعني هقول لك حاجه غريبه جدا, اغلب الابحاث العلميه, وانا عندي بحث بالذات عن الامباكت ده, اغلب الابحاث العلميه اللي بتتم على العينات الملحومه, العينات اللي بتتلحم, بتتم يعني من ضمن الامريكان ويلدنج سوسايتي اللي هي الهيئه الامريكيه للحام, واحد من اهم الاختبارات اللي بتتم بقصد البحث العلمي في جوده اللحام هو الامباكت تيست. فيعني انا ليا بحث في الموضوع ده يعني, بس يعني انا ما نشرتوش, يعني انا عامله كده يعني لاسباب, يعني اللي هو لما تيجي تلحم حاجات ملهاش يعني ديسيميلر, يعني ما هياش, يعني مثلا تلحم كربون ستيل في هاي سبيد في ستانلس ستيل,
والستانلس ستيل ده انواع، فلما تيجي تلحم الاثنين في بعض جوده اللحام شكله عامل ازاي عشان اعرف جوده اللحام تمام، واللحام بقى بالتج ولا بقى يعني انواع اللحام المختلفه، ونكبر كنت بجري اختبار الامباكت دهوت حوالي يمكن يعني فتره كده كام سنه، عملت عليه اختبارات ودرجات حراره مختلفه، بس انا كان عندي الحقيقه يعني النيتروجين سائل وبالتالي بيبقى موجود في درجات حراره منخفضه تحت الصفر، كان عندي الامكانيه ان انا اجري الاختبار بالشكل اللي عملته الحقيقه كان وانا كنت بشتغل ساعتها في السعوديه. ف يعني واحد من اهم الاختبارات اللي بتجرى على اللحام، واحد من اهم الاختبارات اللي بنعمل بيها ماتيريال سيليكشن زيه زي الصلاده كده، بس الصلاده للوير ريزيستنس بنجري الاختبار ده عشان نختار الماتيريال المناسب عشان يقاوم التاكل، بينما هنا بنختار الماتيريال المناسب اللي يبقى التفنس بتاعته عاليه لو احنا عايزين تفنس عاليه او يعني على حسب الاستخدامات. لان مثلا عايز اقول لك ان يعني اللحامات ديت حتى في الروم تمبريتشر جودتها بتتقاس بال واحد من طبعا في انسبكشن، يعني ان انت تفتش على برضو الامريكان ويلدنج سوسايتي حطت شروط تفتيش على وساطة اللحام بالالترا ساوند او بال جاما، بس دي طبعا بتبقى يعني يعني بيستعملوا يعني حاجات مشعه وكده يعني ممنوعه يعني شويه، وبالالترا ساوند وباساليب كتيره يعني يمكن في الناس لما تاخد لحام هيبقى يديك شويه حاجات كده يعني خاصه ازاي بنفتش على جوده اللحام. لكن واحد من الاختبارات اللي بتتم وبالذات في البحث العلمي علشان ندور الامباكت تيست. عد له اسف ساره يا جماعه في بعض المسائل البسيطه جدا، يعني مساله هنا هو ومساله ثانيه هنا هوت مديك كيرفين كده وبقول لك يعني عايز تختار في درجات حراره مختلفه تختار ايه وكده، عايزين ابداعكم بقى في الحاجات دي يعني. تمام بالنسبه لهنا انا خلصت يعني. حد له اي استفسار عن اي شيء؟ له استفسار عن اي شيء يقول يعني بلك كده اخ. انا بس يعني هدرس لكم بس الهاردنس والامباكت مش هدرس ثاني، معاكم الأسبوع الجاي لغاية يوم الاثنين وبعد كده كل سنة وانتم طيبين. يعني بالنسبة للكويز اللي عايزين نعمله ده أنا لسه بفكر أعمله إزاي، احتمال مش أكيد يعني احتمال إن أنا أعمله بجوجل فورمز، إن أنا أبعت لك لينك وتدخل وتجاوب على الأسئلة بسرعة وفي خلال فترة معينة وعلى طول هتجي لنا النتائج على جوجل فورمز. انا ليه احسب فيه؟ لان انا مش عارف ازاي، انا ما اعرفش الحقيقه تيمز، ما تهيليش تيمز يعرف يعمل امتحانات يعني، وانا الحقيقه مش من هواه الامتحانات الورقيه يعني في الكويزات والحاجات دي يعني. كل شيخ له طريقه يعني في المساله دي. حد له استفسار يا جماعه؟ طيب بالنسبه لحل المسالتين دول وحل مسائل الصلاده انا هنوه على يوم كده، بس هيكون بعد الظهر يعني بالليل كده يعني بعد الساعة 6 بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب نص ساعة كده ندخل أديكم الحلول بتاعتها، أو لو عايزين نحط لكم الحلول وخلاص زي ما أنتوا عايزين. أنتوا عايزين إيه؟ طبعا ولا واحد هيتكلم برضه فيبقوا أنتوا مش عايزين حاجة. في حد عنده اقتراحات؟ لو ينفع حضرتك تحلهم معانا يا دكتور. ها؟ لو ينفع حضرتك تحلهم معانا. حلهم معاك ماشي اوكي. ماشي خلاص يبقى انا ان شاء الله بس ايه لما يعني ان شاء الله مثلا ممكن افكر النهارده كده. يوم مثلا اليوم الخميس كده. هقول لك مثلا ميعاد خليه مثلا يوم. هل في حد معترض على يوم الجمعه؟ يوم الجمعه ممكن يبقى لا ده يوم الجمعه مصر والسنغال يبقى علينا كويس ثابت يعني الصبح. لا ده مصر والسنغال يوم الجمعه. صح كده يا دكتور، يلا عمل لكم الكويز ده بيحبكم قوي حرفيا. نعم بقول حرفيا والله يعني حلو احنا نتفرج بقى. عملوا ساعة الماتش ولا؟
المهم انا مش هينفع من جوه. طب يوم السبت ظروفكم ايه؟ حد عنده اعتراض يوم السبت؟ هو الخميس هيبقى احسن يا دكتور، لان السبت في ناس بتخلص في الكليه الساعه 4:30. هو الخميس في مشكله، بس ان انا يعني انا بنتي اساسا بتدرس النظام الامريكي، فهي جايه يوم عشان عندها امتحان اللي هو اللي بيعملوه السات والحاجات اللي بالك فيها دي، فعاملين الامتحان يوم الجمعه، فهي جايه وانا المفروض هروح اجيبهم من السوبر شيت او طب حضرتك لو هتعملها بالليل يوم السبت الناس ترجع من الجامعه وكده ونعمله؟ يوم السبت بالليل طبعا، ما هي في جمال احوال بالليل علشان ما تعرضش مع جداولكم، يعني حاجه بالليل يعني، يعني مثلا لو عايزينها ما بين المغرب والعشاء اوكي، لو عايزينها بعد العشاء برضو اوكي، يعني خلاص اتوقع ده ممكن يكون معاد مناسب. تمام، يبقى يوم السبت ان شاء الله. حد عنده اعتراض؟ هو في ناس كتير موجوده ولا عدد قليل؟ انا ما بعدش، ما باخدش غيابات ولا حاجه، ما اعرفش العدد الناس اللي موجوده حاليا. اللي عنده اعتراض على ان مثلا نعملها يوم السبت الساعه 8 بالليل يقول الوقت. ما حدش قال حاجه، يبقى مفيش اعتراض، صح كده يا مروان ويوسف والناس اللي بتتكلم، ولا انا غلطان؟ ما عنديش مشكله عن نفسي. تمام اوكي، ما هو لو حد عنده مشكله يقول، انا بقول اهو اللي عنده مشكله يقول لي، وندي فكره برضو عن طبيعه الامتحانات والحاجات دي، اللي عنده مشكله يقول. يعني انا هو ممكن يكون يوم الاحد مثلا، لان يوم السبت بيكون طول اليوم في بره، ممكن واحد يبقى تعبان او كده ما يعرفش يحل كويس في الكويز. لا مش الكويز، مش الكويز، انا بتكلم على حل المسائل بتاعت الصلاده اللي انا اديتها، وحل المسالتين بتوع الامباكت دول اللي انا حاططهم. لكن الكويز ممكن نخليها السبت، وكده كده هنسجلها ان شاء الله يعني اللي عايز يتفرج عليها. خلاص ماشي اوكي، يبقى يوم السبت ان شاء الله الساعه 8، انا هكون في بورسعيد ساعتها، ف يوم السبت لا مش هبقى في بورسعيد ان شاء الله، فحتى النت عندي هناك رهيب يعني سريع وما بيقطعش. طيب دكتور، هو الكويز نذاكر له من السلايدز بس وكده ولا؟ والله انا لسه ما فكرتش فيه، وانا اساسا مش من هواه الكويزات والكلام ده يعني، بس الكويز ده تحس كده اننا في الثالثه اعدادي واولى ثانوي وكده يعني، ولكن اقول لك السياسه التدريسيه والبتاع والكلام ده ماشي اوكي، انا دماغي كبيره في المسائل دي يعني، مش عارف يعني اذا كنت انت خدت فكره عني في الكام مره اللي انا قابلتكم فيها، فانا مش من هواه الكويزات. انت يعني انت طالب، انت اللي طالب العلم يعني، مسمينك طالب، انت ستودنت، الستودنت دي جايه من الاستدي، انت ما انتش بيوبلز، ما انتش من التلاميذ، ما انتش تلميذ، هنضربك على ايديك ونقول لك خد الكويزات وبتاع وموك تيست والافلام بتاعت المرحله القبل الجامعيه، انت راجل عايز تتعلم، الكويز ده مش لواحد عايز يتعلم، الكويزات دي لواحد غصب عنه بيتعلم، دي وجهه نظري اللي ممكن ناس كتيره تعترض عليها، نو بروبلم، انا متفق مع اي حد يعترض عليا يعني، انا راجل ديمقراطي يعني. الله ربنا يكتر من امثالك يا دكتور. لا مش قصدي كده برضه، مش قصدي مش قصدي كده خالص يعني، هي وجهات نظر وانا صريح شويه زياده عن اللزوم يعني احيانا يعني او كتير. تمام، اختبار الصلاه، اختبارات الصلاه في اي حاجه، في اي مشكله الاختبارات اللي انت عملتهم السبت والحد والاثنين، في اي مشاكل مواجهاكم فيها؟ اللي عنده مشكله برضو يقول يعني، انا ملاحظ ان ما فيش حد عايز يقول، فيعني نو بروبلم، وعشان كده ما بحبش الاونلاين ده، الفيس تو فيس بتبقى يعني الحاجات اللي هي الفيزيكال يعني تبقى قدامي ونتكلم، دي بتبقى يعني احسن كتير من ان احنا نقعد نتكلم اونلاين كده، وفي ناس ممكن تكون بتطبخ وناس بتغسل وناس بتشرب سجاير زي كده، فتبقى يعني العمليه في الباي باي يعني، مش الناس مش مركزه قوي يعني، خاصه ان احنا مش شايفين بعض يعني، في برامج زي برامج كتيره جدا اللي بيستعملوها في الاونلاين اللي هي بفلوس يعني، بتبقى فيها الناس شايفه بعضها يعني، يعني فيها اوبليجيشن يعني لابد ان انت تشوف الناس كلها قدامك يعني.
تمام يا جماعة كده، أنا مش شايف له أي يعني حد عنده أي استفسارات. عموما لو في أي حاجة طبعا يعني وسيلة الاتصال بيا ممكن تكون صعبة، عشان كده أنا هحط رقم التليفون بتاعي عشان أنا مش موجود في القاهرة، بس أرجو إن الاستعماله يكون يعني مش يعني مش تفهمين قصدي، يعني اللي عايزني ممكن يبعت لي بالواتساب وممكن ارد عليه بالواتساب. تمام، 0 100 3 3 6 7 6 5 7 ده في واتساب 24 ساعة. تمام؟ حد له يعني عايز حاجة تاني مني قبل ما نختم؟ شكرا جدا حركة. شكرا حضرتك. تمام يا جماعة، يلا في أمان الله. احط لكم السلايدز اهيت ان شاء الله بعد المحاضره، يعني شويه كده، يعني ايه اعمل يعني دماغ شيء ولا حاجه، وبعد كده احط لكم المحاضره يعني كلها. بيتقفل ازاي ده؟ نسيت والله ما انا عارف، نسيت بنقفل ازاي. نليف بقى ولا ايه؟ ولا حد عارف بيتقفل ازاي يا جماعه؟ يا دكتور بتعمل ليف يا دكتور، ليف بس هو يقفل لوحده. تمام تمام، اوكي، يلا في امان الله، مع السلامه يا جماعه، يلا اشوفكم على خير، يلا مع الف سلامه، مع السلامه.